بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم، وهي المحاضرة التاسعة في مقرر سايبر سيكوريتي فاندمنتالز، أساسيات في الأمن السيبراني. في محاضرة اليوم والذي حتكون بعنوان وايرلس نتورك سيكوريتي، أو ما نسميه بأمان الشبكات اللاسلكية أو حماية وطرق حماية الشبكات اللاسلكية، حنتناول إن شاء الله خلال محاضرة اليوم المحاور التالية الأساسية، ومنها introduction، حنتكلم عن مقدمة حول الشبكات اللاسلكية وأهميتها أيضا، ثم حننتقل إلى محور آخر، والمحور الآخر هو عبارة عن wireless LAN vulnerabilities، أو ما نسميه بالثغرات في الشبكات المحلية اللاسلكية. حننتقل إلى نقطة أخرى، وهي عبارة عن wireless WAN vulnerabilities، أو ما نسميه بالثغرات الخاصة في الشبكات العالمية أو كشبكات الواسعة ممكن نسميها، أو شبكات الإنترنت. محور آخر حنتناول إن شاء الله في محاضرة اليوم، وهو عبارة عن Internet of Things vulnerabilities، الثغرات التي تكون موجودة في شبكات الانترنت اوف ثينكس، وهذه تعتبر من اهم الشبكات واكثر انتشارا في الوقت الحالي. ثم حناخذ ما يسمى بالوايرلس نتورك سيكوريتي ميجرز، او تدابير امان الشبكات اللاسلكيه. ثم ننتقل اخيرا في محاضره اليوم، حنتكلم عن بعض النصائح المفيده في استخدام شبكات لاسلكيه بطريقه امنه. نبدأ في محاضرة اليوم إن شاء الله كإنترودكشن، أو عبارة عن مقدمة. طيب، كلنا نعرف الشبكات اللاسلكية، وأكثرنا في الوقت الحالي قد استخدم الشبكات اللاسلكية. معروف أن الشبكات اللاسلكية قد حصلت على مساحات شاسعة في الاتصالات بشكل عام. اتصلتنا جميعا بالشبكات خلال الفترة الماضية، أو ممكن نسميها العقدين الماضيين. طيب، معروف أنه الشبكات اللاسلكية أدت بعد الشبكات السلكية، إذن فهي تعتبر تقنيات جديدة نسبيا. لذلك الأمن اللاسلكي أكثر عرضة للتهديدات من تلك التي تهدد الشبكات السلكية. معروف أنه دائما عندنا، كما ذكرنا في محاضرات ماضية، أن الشبكات السلكية يوجد فيها الكثير من التهديدات، أيضا كثير من الهجمات ممكن تطبق على الشبكات السلكية. مع وجود تقنيات حديثة كالشبكات اللاسلكية وسهولة الوصول إلى الأجهزة المتصلة عن طريق هذه النوع من أنواع الشبكات، فإن التهديدات هنا تكون ماذا؟ تكون أكثر بالنسبة إيش؟ بالنسبة لسابقتها. طيب، إذن هنا مثلا ممكن نقول أن كما قلنا تقنيات الشبكات اللاسلكية هي عبارة عن تقنيات جديدة نسبيا، لذلك أمان هذه الشبكات تكون أكثر عرضة للتهديدات من تلك التي تهدد الشبكات اللاسلكية. يعد أمان الشبكات اللاسلكية جزء من أمان شبكات الكمبيوتر كما هو معروف، حيث يتم استخدام نقاط الوصول التي عبارة عن الأكسس بوينت من نوع وايرلس، أو ما نسميها ب وايرلس أكسس بوينت. ايضا بطاقة اللاسلكية، او ما نسميها ايضا بالوايرلس كاردز، او نتورك انترفيس كارد من نوع وايرلس، التي تستطيع الاتصال بالشبكات اللاسلكية. كلاهما يعتبر ماذا؟ يعتبر نقاط ضعف ممكن نحتاج لعملية تأمينها من خلال احدث البروتوكولات المستخدمة في امان الشبكات، وايضا المستخدمة في التقنيات، وأيضا ماذا؟ الخوارزميات. إذا نحتاج إلى خوارزميات، نحتاج إلى تقنيات، نحتاج إلى بروتوكولات الحماية، كل هذه من أجل حماية الوايرلس أكسس بوينت and وايرلس كاردز، التي عن طريقهما نستطيع الولوج والوصول إلى الشبكات اللاسلكية. طيب، إذا securing your computer data and other digital resources that are connected through wireless connection is commonly referred to as wireless network security. فمن هنا ممكن نقول ماذا؟ يشار عادة إلى تأمين أجهزة الكمبيوتر والبيانات والموارد الرقمية الأخرى المتصلة من خلال
مثلا الاتصالات اللاسلكية باسم أمان الشبكة، أو ما نسميه عادة بالوايرلس نتورك سيكوريتي. فما المقصود بالوايرلس؟ فأعتقد هذا التعريف أخذناه في محاضرات ماضية، وأعتقد في المحاضرة الأولى، وأيضا كمصطلح وايرلس هو التفرقة بين النوع الواير والوايرلس. هنا يأتي في بالنا مباشرة الذي عبارة عن الميديا نسميه، أو ما نسميها بالوسائط. إذن هنا عندنا ما يسمى بالترانسفير ميديام أو بوسائط النقل، فعندنا نوعين كما تم شرحها سابقا، إما أن يكون عبارة عن وايرلس أو عبارة عن إيش، عن واير. واير استخدام الأسلاك بجميع أنواعها. بالنسبة للوايرلس هنا أن لا نستخدم ماذا، أسلاك. إذن وايرلس is a medium on which data transfer and computer communication occur، هو عبارة عن وسط أو نسميه بالوسط الناقل، الذي عن طريقه يمكن نقل البيانات، ويحدث عندنا ماذا، اتصال بين أجهزة الحاسبات. إذا حدث عندنا اتصال مباشرة نستطيع نقل إيش، نقل البيانات مستخدما وسط معين الذي عبارة عن الوايرلس. وعادة تستخدم نطاقات ترددية، هذه النطاقة الترددية إيش مختلفة كما سيأتي عندنا في هذا إيش، في هذا السلايد. إذن عندنا من أجل يتم عملية نقل البيانات من السورس إلى ديستينيشن كما ذكرنا في محاضرة ماضية، نحتاج عادة إلى إيش، إلى بروتوكولز. والبروتوكول قلنا هو عبارة عن مجموعة من الرولز أو مجموعة من القواعد التي تنظم نقل البيانات من السيندر إلى الريسيفرز، من المرسل إلى إيش، المستقبل. إذن هذه البروتوكولات أيضا موجودة في الشبكات اللاسلكية. في الشبكات اللاسلكية عندنا العديد من البروتوكولات الخاصة في هذا النوع من أنواع الشبكات، مثل ماذا؟ مثل الذي عبارة عن 802.11b 802.11g 802.11n وغيرها من الستاندارد، أو ما نسميه بالIEEE ستاندارد. هذا عبارة عن ستاندارد تأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية صناعة الأجهزة التي تستخدم في نقل البيانات، خاصة في بيانات ماذا؟ بيانات اللاسلكية. إذن هذه البروتوكولات تتناول ماذا؟ طرق التعامل مع الاتصالات اللاسلكية وغيرها، عادة إيش؟ عادة بالطبقات المادية أو ما نسميها بالفيزيكال لير، والداتا لينك لير الموجودة في أين، في OSI موديل. إذن هنا لاحظوا أنه عندنا عبارة عن مجموعة من الطبقات، هنا عبارة عن TCP/IP موديل، وعندنا الذي عبارة عن OSI موديل. فلاحظوا أن الابليكيشن والترانسبورت والإنترنت ليرز هذه عادة هي عبارة عن الإنترنت. أما بالنسبة لللينك لير، وهنا الذي تحمل الماك أدرس، والماك أدرس هنا خاص فين، في ما يسمى بالنتورك إنترفيس كارد، سواء كان عبارة عن واير أو عبارة عن وايرلس. إذن هنا مهمتها في الشبكات اللاسلكية تسمى عبارة عن Wireless Data Communication، عملية الاتصال للبيانات اللاسلكية تتم عن طريق الـ Data Link Layer أو Link Layer مستخدمة إيش، الماك أدرس. أيضا لاحظ أنه عندنا عبارة عن الفيزيكال أدرس، والفيزيكال أدرس هنا عبارة عن الطبقة إيش، الطبقة الفيزيائية. الطبقة الفيزيائية عادة يكون فيها الميديم أو نسميها بالوسط الناقل كما قلنا، والوسط الناقل إما أن يكون عبارة عن واير أو عبارة عن وايرلس. والوايرلس هنا كما قلنا تستخدم ترددات بنطاقات إيش، مختلفة. هذه الترددات نسميها عبارة عن الترددات الراديوية بنطاقات مختلفة لنقل إيش، لنقل البيانات، نسميها عبارة عن راديو انترفيس، أو ما يسمى بماذا، بالترددات الراديوية. إذن الطبقات العليا من بروتوكولات الاتصالات هي نفسها تقريبا، مع وجود تباين بسيط في التقنيات اللاسلكية الحديثة. كما قلنا هنا The protocol stack of 802.11 واضحة بهذا إيش الشكل. لاحظ أن هنا عندنا تردد خاص في الشبكات اللاسلكية، هو عبارة عن 2.4 جيجاهرز الخاص بأي نوع من أنواع الشبكات. طبعا للISM band، والISM band هو عبارة عن اختصار لماذا؟ اختصار لindustrial, scientific and medical، عبارة عن صناعي وعلوم، وأيضا في ماذا؟
في علوم الطب أيضا يتم استخدام هذا النوع من أنواع الترددات. لاحظ أن التردد المسموح في الشبكات اللاسلكية هو عبارة عن 2.4 جيجا هيرز. طبعا في الآونة الأخيرة مع وجود أجهزة من الراوترز أو ما يسمى بالأكسس بوينت أيضا لديها عبارة عن نطاق مختلف، هذا النطاق هو عبارة عن تردد 5 جيجا هيرز. إذا عندنا إما أن يكون عبارة عن 2.4 جيجا هيرز أو يكون عبارة عن 5 جيجا هيرز. فالسؤال هنا ما الفرق بين 2.4 و 5 جيجا هيرز المستخدم في الشبكات اللاسلكية بالنوع LAN Local Area Network أو في الاستخدام إيش في الاستخدام المنزلي. طبعا يمكن في الوقت الحالي تشغيل شبكات الواي فاي في المنازل على نطاقين مختلفين بتردد 5 جيجا هيرز أو 2.4 جيجا هيرز، حيث يظهر تردد 5 جيجا هيرز مع ظهور معيار الشبكات اللاسلكية من أي نوع، هو عبارة عن 802.11N وهذا النوع. إذن هنا بالنسبة للبي والجي هنا عبارة عن 2.4 جيجا هيرز. بالنسبة مع وجود معيار 802.11N يحمل الرمز N فهنا النطاق الترددي ظهر عندنا في نطاق ترددي آخر هو عبارة عن 5 جيجا هيرز. طيب هذا معروف الآن بماذا؟ بواي فاي 4 وظهر في عام 2009. طبعا تمكن الاختلافات الأساسية بين الترددين اللاسلكية 2.4 جيجا هيرز و 5 جيجا هيرز في المدى أو ما نسميه بماذا؟ بالرينج أو ما نسميه بعرض النطاق الترددي أي السرعات، حيث يوفر تردد 5 جيجا هيرز معدلات بيانات أسرع عبر مسافات إيش أقصر، بينما يوفر 2.4 جيجا هيرز تغطية لمسافات أبعد ولكن يعمل بسرعات إيش أبطأ. لذلك هنا عندما تريد نقل بيانات لمسافات أطول لكن سرعات أقل استخدم 2.4، أما إذا تريد استخدام مثلا لمسافات أقصر لكن سرعات أعلى فاستخدم عبارة عن 5 جيجا هيرز. طبعا معظم الحالات أو في معظم الحالات كلما زاد تردد الإشارة اللاسلكية كان مداها إيش أقصر. هنا العلاقة هي عبارة عن علاقة إيش ممكن نقول عكسية، واضح؟ كلما زاد تردد الإشارات اللاسلكية كان مداها إيش أقصر. والسبب الأكبر لذلك هو أن إشارات التردد العالي لا يمكنها اختراق الأجسام الصلبة مثل الجدران والأرضيات، وبالتالي فإن تردد 2.4 جيجا هيرز له مدى أبعد من التردد الخاص بماذا؟ الخاص بال 5 جيجا هيرز. طبعا من الناحية المثالية ممكن نقول واعتمادا على نوع الجهاز الذي عبارة عن الراوتر أو جهاز التوجيه الذي يتم استخدامه ستدعم شبكة الواي فاي ذات تردد 2.4 جيجا هيرز ما يصل إلى 450 ميجا بيت في الثانية، هنا سرعة نقل بيانات أو 600 ميجا بيت في الثانية، بينما الشبكات التي تدعم واي فاي ذات تردد 5 جيجا هيرز ما يصل إلى 1300 ميجا بيت في الثانية، أي ما يعادل إيش؟ ما يعادل أكثر من 1 جيجا سرعة نقل إيش البيانات. يعني ذلك أن النطاق التردد العالي سيتيح لك تنزيل ملفات وتحميلها بشكل أسرع، كما ستعمل تطبيقات بث الفيديوهات والألعاب بشكل أكثر سلاسة. لذلك يتم اعتماد استخدام أي نوع من أنواع الترددين الذي عبارة عن 2.4 أو عبارة عن 5 جيجا هيرز في النسبة إليك كمستخدم للشبكات اللاسلكية. هناك أسباب إيش؟ أسباب معينة ممكن تأخذ بعين الاعتبار. فإذا كانت السرعة الكبرى أكثر أهمية بالنسبة لك فعادة ما يكون تردد 5 جيجا هيرز خيارا أفضل من 2.4 جيجا هيرز. إذا كان مدى تغطية الشبكة أكثر أهمية بالنسبة لك فعادة ما يكون 2.4 جيجا هيرز خيارا أفضل من 5 جيجا هيرز. طبعا إذا كان أيضا لديك الكثير من الأجهزة المتصلة في المنزل وكنت تواجه مشاكل في التداخل أو الاتصالات المتقطع فمن المحتمل أن يكون تردد 5 جيجا هيرز خيارك الأفضل. لماذا؟ لأن 5 جيجا هيرز لديه ترددات مختلفة تصل إلى 20 شانل، بينما بالنسبة لـ 2.5 عبارة عن 11 فقط بالنسبة لعدد القنوات، وأغلبها تكون متداخلة عندنا عبارة عن 3 شانل فقط، هي إيش؟
القنوات التي تكون عادة غير يشبت الداخلة، وهنا تستطيع التفرقة بين أي أنواع من أنواع الترددات المستخدمة، فكل لها إيش إيجابيتها ولديها أيضا بعض إيش السلبيات. لذلك بغض النظر عن نوعية الترددات المستخدمة في الشبكات اللاسلكية، هنا ما يهمنا هو عبارة عن وجود شبكات لاسلكية في النطاق التي إيش تعمل فيه. لذلك من المهم جدا ملاحظة أن أي شخص في نطاق ما نسميه بالمجال اللاسلكي أو الحقل اللاسلكي يمكنه الوصول إلى الإشارات بسهولة. طبعا هذا يعني أن شبكتك تتعرض ماديا ليش للمتسللين، مدى منه في سهولة في الوصول إلى الشبكات اللاسلكية والتقاط الإشارة اللاسلكية، معناته أنه هنا المهاجم أو الهاكر يستطيع الوصول ماديا أو فيزيائيا، بينما في الشبكات السلكية لابد أن يصل إلى إيش إلى الكيبل، يقوم بعملية الاتصال بالشبكة عن طريق الكيبلات، وهنا حيكون ملاحظ. لكن في هذا النوع من الشبكات اللاسلكية يكون هناك سهولة إيش سهولة أكثر. لذلك عليك التأكد من أن شبكتك آمنة منطقيا. بالنسبة للفيزيكال طبعا لن تستطيع التأكد، لكن لابد أن تتأكد أن هناك ماذا عبارة عن لوجيكال سيكيور، أو هناك عبارة عن تكون الشبكة آمنة بطريقة إيش بطريقة منطقية. عادة يبدأ أمان الشبكة اللاسلكية من طبقة إيش من طبقة الشبكة، أو ما نسميها بالنتورك لايرز، لأن هنا الذي هي عبارة عن الطبقة الثالثة في OSI layer model. واضح. إذا عادة في الطبقة الثالثة التي عبارة عن الفيزيكال لاير، هنا ممكن تستخدم ما يسمى بالماك أدرس. The use of MAC addresses of the devices is also used for the static configuration of the MAC bundling. هنا معروف لعمليات الاتصال في الشبكات اللاسلكية اللي جعلها أكثر أماناً، يفضل أن تقوم باستخدام ماذا الماك أدرس من أجل الاتصال وتبادل بيانات بدل إيش بدل الاي بي أدرس. الاي بي أدرس هنا يعطيك النكشن، لكن للتحكم في وصول البيانات هنا حنستخدم ماذا حنستخدم الماك أدرس الذي يكون مرتبطا بالنتورك انترفيس كارت، أو ما نسميه بكارت إيش الشبكة. In other cases في حالات أخرى the security of network takes place at the third layer of the OSI model. والثيرد لاير هنا المقصود فيها عبارة عن إيش عبارة عن النتورك إيش لاير. واضح. إذن هنا النتورك لاير هنا عادة في الـ OSI model نقوم بعملية اتخاذ أو وضع أمان إيش الشبكة. لذلك هنا يمكن بسهولة تقييم خطورة المشكلات الأمنية في الشبكات اللاسلكية من هذه إيش الحقيقة، وهي أنك لا تحتاج إلى سلك للاتصال بشبكة إيش المؤسسة. لذلك إيش فقط يمكنك الجلوس مثلا في مواقف السيارات، ويمكنك أن تصل إلى إيش إلى مستوى طبقة البيانات داخل إيش داخل الشبكة اللي عبارة عن الداتا لير ليفلز أوف ذا نتورك، وبهذه الطريقة تستطيع الوصول إلى ماذا إلى البيانات بطريقة إيش بطريقة أسهل وبطريقة أسرع. طيب إذا هنا ممكن نقول أنه يمكن لأي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة، أي شبكة هنا شبكة المؤسسة. إذا أنت عبارة عن جهاز كمبيوتر، وهذا الكمبيوتر متصل بماذا بشبكة المؤسسة سلكيا، ويمكن الوصول إلى هذا الجهاز لاسلكي. واضح. إذا عندك إيش عندك اتصالين، اتصال سلكي بشبكة المؤسسة واتصال لاسلكي بأجهزة أخرى. لذلك هذا عبارة عن بوينت، جهاز الحاسب هنا حيكون عبارة عن ماذا عبارة عن بوينت للوصول إلى ماذا إلى جهاز الشبكة، لذلك يكون أكثر عرضة لماذا للتهديدات مقارنة فقط في الأجهزة التي يتم الوصول إليها بطريقة إيش بطريقة سلكية. ومن هنا ممكن نقول إيش أن نقاط التهديد الرئيسية المعرضة لخروق الأمان في شبكة اللاسلكية تتضمن ماذا؟ تتضمن التالي، من ضمنها عبارة عن البلوتوث كونكشن، الاتصال عن طريق تقنية إيش البلوتوث، وهذا عادة في بعض الأحيان لا يحتاج إلى ما نسميه بالأيثنتيكيشن أو عملية التصديق، لأن هناك في برامج تستطيع اتصالات بالأجهزة عن طريق إيش البلوتوث. عندنا أيضا ما يسمى بالزيج بي كونكشن، أو الاتصال مستخدما تقنية الاتصال اللاسلكية
وتسمى عبارة عن إيش؟ عبارة عن زيجبي. زيجبي is a standards-based wireless technology developed to enable low-cost, low-power wireless machine-to-machine and Internet of Things network. إذن الزيجبي هو عبارة عن تقنية لاسلكية قائمة على المعايير، تم تطويرها من أجل تمكين أو يكون لدينا شبكات لاسلكية منخفضة التكلفة ومنخفضة استخدام إيش للطاقة من جهاز إلى إيش إلى جهاز، وعادة هنا تستخدم في أين أو أكثر استخدامها في إنترنت الأشياء أو إنترنت أوف ثينجز. أيضا إضافة إلى ذلك عندنا ما يسمى بالبلوتوث لو إنرجي والوايرلس أكسس بوينت والوايرلس نتورك كاردز وغيرها، كل هذه إيش تمثل نقاط تستخدم في ماذا؟ في الوصول أو نقاط ضعف في الوصول إلى الشبكات اللاسلكية. إذن هذه عبارة عن ماذا؟ كما قلنا عبارة عن بوينتس، يستطيع عن طريقها الهاكرز الدخول أو الولوج إلى إيش؟ إلى الشبكات. كما قلنا إنه إذا كان عندنا عبارة عن أجهزة تستخدم، فالتحكم في التحكم في هذه الأجهزة عندنا ما نسميه بماذا؟ بالبروتوكولز أو ما نسميه بالسيكوريتي إيش؟ بروتوكول. بالنسبة للسيكوريتي بروتوكول عندنا عبارة عن نوعين من البروتوكولات يستخدم مع الشبكات اعتمادا على نوع الشبكة، عندنا عبارة عن شبكة سلكية وعندنا شبكات لاسلكية. إذن كما أن بروتوكولات الأمان التي تتعامل مع أمان الشبكات اللاسلكية أقل إيش أقل نضجا ممكن نقول مقارنة بتلك التي تتعامل مع الشبكات السلكية، فهناك تطور في بروتوكولات المصادقة الذي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الأيثنتيكيشن and encryption protocol، أيضا بروتوكولات التشفير، كلاهما يتم إيش؟ يتم استخدامهما ويتم تطويرهما بسرعة كبيرة. لماذا؟ لأنه عندنا عادة ما نسميها بالاستخدام المتزايد للشبكات اللاسلكية. معروف في حياتنا اليومية بشكل عام استخدام الانترنت اوف ثينجز او نسميه بانترنت الاشياء. انترنت الاشياء ان يكون جميع الاجهزة الكهربائية كونكتد وذ ذا نتوركس او مرتبطة ايش بالشبكات من اجل كنترول او عملية تحكم، كاللايت والتي في ومثلا اللي عبارة عن الكاميرات المراقبة وغيرها كلها متصلة بشبكات الانترنت، فيتم التحكم ايش بالتحكم فيها. لذلك هنا لاجل حماية البيانات يجب ماذا؟ يجب تطوير بروتوكولات من ناحية الأثنتيكيشن ومن ناحية الإنكريبشن للداتا. واضح إن شاء الله؟ طيب إذن ممكن هنا نذكر بعض البروتوكولات المستخدمة في تشفير إيش البيانات الرئيسية، وأيضا تعطينا مستوى معين من الأمان التي تستخدم فين؟ التي تستخدم في الشبكات اللاسلكية بشكل عام. من ضمنها أشهرها عبارة عن وايرد إكفافالنت برايفيسي أو ما نسميها بالخصوصية المكافئة للشبكات اللاسلكية، وعادة اختصار عبارة عن WEP. واضح؟ ثم عندنا عبارة عن بروتوكول آخر عبارة عن Wi-Fi Protected Access، اختصارها عبارة عن WPA، وهذا نوع من أنواع البروتوكولات يعتبر ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه عملية التشفير تكون ضعيفة جدا بالنسبة لكلمة المرور المستخدمة فين؟ المستخدمة في الأيثنتيكيشن أو المستخدمة في عملية إيش؟ في عملية التصديق، والتصديق عادة نستخدمها للوصول إلى الشبكات اللاسلكية. واضح؟ لذلك هناك تم تطوير أنواع مختلفة من البروتوكولات هي عبارة عن Wi-Fi Protected Access Version 2 وتختصر عبارة عن WPA2. واضح؟ وهنا التطور هو في نوعية الخوارزميات المستخدمة في ماذا؟ في تشفير البيانات. كذلك الواي فاي بروتكتد اكسس فيرجن تعتبر افضلها، لانه هنا تستخدم كما قلنا او تستخدم كما قلنا خوارزميات، هذه الخوارزميات تستخدم انواع مختلفه من طرق التشفير مثل دي اس 3 والاي اي اس المتطوره التي تستخدم ما نسميه بالبابليك كي انكريبشن ميثودز. إذن قبل أن نتعمق مثلا في هذه البروتوكولات ودراسة أمانها أمان هذه البروتوكولات المتعلقة في الشبكات اللاسلكية والآليات المستخدمة الأخرى لتأمين البيانات داخل الشبكة من ناحية إيش؟ من ناحية التهديدات الخارجية أو التهديدات الداخلية، ممكن هنا نلقي نظرة فقط على نقاط الضعف الرئيسية للشبكات اللاسلكية.
سوف نشرح إن شاء الله نقاط الضعف للشبكات اللاسلكية من حيث ماذا؟ من حيث اللي عبارة عن Wireless LAN Vulnerabilities، وهي عبارة عن نقاط الضعف في الشبكات اللاسلكية للLocal Area Network، الشبكات المحلية. أيضا حنأخذ عبارة عن النقاط الضعف الموجودة في الشبكات اللاسلكية من نوع 1 أو اللي عبارة عن Wide Area Network، ثم عبارة عن Internet of Things Vulnerabilities، وهي عبارة عن الثغرات الموجودة في شبكات Internet of Things. إضافة إلى ذلك حنأخذ ما يسمى بالWireless Network Security Measures، وهي عبارة عن طرق الوقاية من ماذا؟ أو الإجراءات أمان الشبكات اللاسلكية. بعدها ممكن نأخذ عبارة عن مجموعة من النصائح المفيدة حول الاستخدام الآمن للشبكات اللاسلكية، وهذه تعتبر ماذا؟ المحاور الأساسية كما ذكرنا لمحاضرة اليوم. هنا ممكن أن نبدأ في الوايرلس لوكال اريا نتورك فولنبلتيز، وهي عبارة عن الثغرات التي تكون متوفرة في الشبكات المحلية من نوع لاسلكية. عادة ما يتم الاختصار لها ب WLAN، فإذا لقيت هذا المختصر فهو عبارة عن وايرلس لوكال اريا نتورك. من المعروف أن هذا وايرلس لوكال اريا نتورك is more prone to the threats as compared to the wired local area network because wireless network uses open air as the medium. كما تكلمنا في بداية المحاضرة، نوع عندنا بالنسبة للوسط الناقل يختلف، هو عبارة عن واير أو عبارة عن وايرلس. فهذا النوع من أنواع الشبكات عادة تستخدم ما نسميه بالهواء الطلق، ممكن نقول كوسط ناقل، مستخدما أنواع مختلفة من الترددات الراديوية. لذلك فأن هذه الشبكات أو الشبكات اللاسلكية المحلية تعد أكثر عرضة للتهديدات مقارنة بالشبكات المحلية السلكية. لماذا قلنا؟ لأن الشبكات اللاسلكية تستخدم الهواء الطلق كوسيط، وهو متاح بسهولة لأي شخص موجود داخل نطاق نصف القطر اللاسلكي، أو أن يكون ضمن الكفريج إيريا أو داخل وسط وسط التغطية ممكن نسميها. لذلك a hacker can easily connect to the network as far as the medium of communication is concerned. هنا ممكن للمتطفل أو المتسلل أو القرصان يستطيع بسهولة الاتصال بالشبكة فيما يتعلق بوسيلة الاتصال. يعد هذا طبعا جانبا سلبيا كبيرا للشبكات اللاسلكية فيما يتعلق بأمان الشبكات اللاسلكية. مثل ماذا؟ كما ذكرنا هنا في بداية المحاضرة قلنا عندنا عشان توصل للشبكات السلكية لابد فيزيكلي أن تصل إلى الشبكة من أجل عملية الكوميونيكيشن أو الاتصال، بينما في الشبكات اللاسلكية فهنا لا تحتاج كفيزيكلي أو كشخص كأشياء مادية تريد الوصول إليها، فمن السهل جدا الوصول إليها، لأنه هنا عندنا كما ذكرنا وسط لاسلكي ويستطيع الهاكرز الوصول إليها بسهولة شديدة. إذن مثل الشبكات اللاسلكية تكون الشبكات قلنا مثل الشبكات السلكية تكون الشبكات اللاسلكية عرضة لأنواع مختلفة من التهديدات. هذه التهديدات قد تكون رئيسية، وكما ذكرناها تقريبا في المحاضرة الثانية بالضبط في الانترودكشن تو ذا سايبر سيكوريتي كونسبت، عندنا نوعين أساسيين من الهجمات اللي عبارة عن باسيف اتاكس اند اكتيف اتاك، وهي عبارة عن ممكن نسميها عبارة عن الهجمات السلبية والهجمات النشطة. فما الفرق بينهما؟ ممكن هنا نذكرها بطريقة سريعة من أجل أن يكون عندنا معرفة، ومن لديه معرفة الذي أخذها في المحاضرات الماضية أعتقد أنه من السهولة تذكرها. And passive attack: the hackers only try to intrude into the wireless network communication to steal the information about the network and password. ما الفرق بينهما هنا؟ في الهجمات السلبية يحاول هنا الهاكرز أو المتسللون فقط التطفل على الاتصالات الشبكية للشبكات اللاسلكية. الفائدة منها أو الهدف الأساسي هو عبارة عن سرقة المعلومات، أو هنا أي معلومات حول الشبكة أو حول كلمة المرور. لذلك كما قلنا أن الهجوم من نوع باسيف أو هو هجوم سلبي، they don't try to damage the digital resources، لا يكون هناك عبارة عن لديهم نية أو هدف في عملية تدمير ممكن نقول عبارة عن المصادر الرقمية.
فقط الهدف الأساسي هو إيش؟ سرقة البيانات والحصول على هذه إيش البيانات. إذن هنا عملية الإضرار بالموارد الرقمية ليس من ضمن أهداف الباسيف أتاك، وهنا فقط إيش ممكن إيش أن يستفيدوا فقط من المزايا التي إيش التي ممكن أن توفر لهم إيش مستقبلاً. إذن ممكن نقول عملية أن يكون لديهم نية سيئة في عملية التدمير لا توجد، لكن ممكن أن يستخدمون هذه البيانات أو هذه المعلومات التي تم الحصول عليها من أجل تنفيذ Active Attack in Future، أن يقوم بعملية تنفيذ هجمات نشطة في المستقبل اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على البيانات التي تم الحصول عليها مستخدما الباسيف أتاك. إذن in Passive Attack the hacker just listen to the inbound and outbound traffic، فقط يقوم بعملية التجسس والاستماع إلى البيانات أو بيانات المرور الداخلة أو الصادرة والواردة في الشبكات اللاسلكية أو في الاتصالات اللاسلكية. لذلك the main objective of the hackers in passive attack is just to gather sensitive information، فقط من أجل عملية جمع ماذا المعلومات الحساسة in which is useful for carry out active cyber attack، من أجل أن يقوم بعملية إيش هجوم سيبراني نشط في الشبكات اللاسلكية. هذا عبارة عن الهدف إيش الأساسي. وهنا ممكن نقول أنه the active attack are the type of attack that target the network systems، هو عبارة عن نوع من أنواع الهجمات الذي إيش يستهدف أنظمة الشبكات، وهذه الشبكات من نوع ماذا؟ من نوع وايرلس ممكن نقول كما قلنا، لكن الهدف الأساسي هنا هو عبارة عن harm the digital resources on the network، عملية ممكن نقول هنا إحداث الضرر بالموارد الخاصة في الشبكة. فلاحظ أن هنا إحداث ضرر، بينما في السابق فقط أن لا يكون ضمن الهدف إحداث ضرر بالنسبة للباسيف أتاك، وهذا عبارة عن الفرق إيش الأساسي. The active attack are normally done through إيش worms, virus, trojan horse and the similar methods، تنفيذ الهجمات النشطة عادة يتم تنفيذها مستخدما إيش برامج خبيثة مثل الفيروسات والتروجن هورس والورس أيضا الذي عبارة عن الدودة والبرامج الخبيثة المختلفة. لذلك هنا يمكن أن تشمل أنواع الرئيسية الأخرى للهجمات السيبرانية التي يتم إطلاقها على الشبكات اللاسلكية الأنواع التالية، مثل ماذا؟ عبارة عن distributed attack، وهي عبارة عن هجمات الموزعة مثل distributed denial of service attack. عندنا نوع آخر مثل phishing attacks الذي يستخدم في عملية التصيد والاحتيال للوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة باليوزرز أو بالمؤسسات. Password attack وهو عبارة عن الهجوم للحصول على كلمة المرور مثل the brute force attack. عندنا ما يسمى بالinsider attacks أو الهجمات الداخلية داخل الشبكات اللاسلكية، إضافة إلى ما يسمى hacking attack أو هجمات الاستيلاء على السيشن والاي بي أدريس والماك أدريس وغيرها. أيضا عندنا نوع آخر سمى عبارة عن close in attacks أو هجمات التي تكون عادة إيش قريبة بالنسبة إيش للمستخدم. close in the attack عبارة عن ماذا؟ is a type of attack where the attacker is physically close to the targeted systems. إذن هو عبارة عن نسميه هجوم قريب أو هجوم قريب، في هذا نوع من أنواع الهجمات يكون فيها المهاجم قريبا فعليا من النظام المستهدف. واضح؟ لذلك يمكن المهاجم أن يكون لديه مزايا، هذه المزايا يستطيع الحصول عليها كونه قريبا مثلا جسديا من الأجهزة المستهدفة. طيب this attack are normally carried out by exploiting the vulnerabilities and security loophole in the wireless network and its security mechanisms. عادة ما يتم تنفيذ هذه الهجمات من خلال استغلال نقاط الضعف والثغرات الأمنية في الشبكات اللاسلكية، أيضا الآليات الأمنية المستخدمة في هذا النوع من أنواع الشبكات، وهي عبارة عن الشبكات اللاسلكية. وهنا قد تتضمن أنواع أو نقاط الضعف الرئيسية للشبكات اللاسلكية أو لأمان الشبكات اللاسلكية
التالي: Reconnaissance vulnerabilities، أو ما نسميها بـ Lack of physical security. Reconnaissance vulnerabilities الذي عبارة عن الثغرات الخاصة في الاستطلاع. Resource stealing and invasions، أو ما نسميها بسرقة الموارد والغزو. ثم عبارة عن Rogue access point، وهو عبارة عن نقاط الوصول المزيفة أو الخادعة. ثم عبارة عن Station and Access Point Plain Text Transaction، وهو عملية نقل بيانات بين Stations أو المحطات والAccess Point، وهو عبارة عن نقطة الوصول. هذه البيانات تكون في شكل ما نسميه بالPlain Text، أو تكون البيانات الأصلية التي لا تتعرض للتغيير أو للتشفير. ثم عبارة عن نوع من آخر من أنواع التهديدات والهجمات في الشبكات اللاسلكية، كما قلنا Distributed Denial of Service Attack أو Denial of Service Attack. ثم عبارة عن ضمن التهديدات والثغرات، هي عبارة عن Default Access Point Configuration، الإعدادات الأولية للأكسس بوينت. Rogue Insiders، هو عملية أن يكون عندنا عبارة عن أشخاص، هذا الأشخاص مزيفين موجودين داخل الشبكة، عن طريقهم يتم عملية تسريب البيانات للآخرين. Protocol Vulnerabilities، البروتوكولات المستخدمة في الشبكات اللاسلكية قد تكون فيها بعض الثغرات، خاصة تلك البروتوكولات المستخدمة في المراحل الأولى من وجود الشبكات اللاسلكية. ثم عبارة عن الاد هوك نتورك مود سيكوريتي بروبلمز، بعض المشاكل ممكن نقول التي تكون موجودة في أمان الشبكات اللاسلكية التي تستخدم نظام الاد هوك، وهو عبارة عن بير تو بير كونكشن ممكن نقول. إذا نبدأ في النوع الأول، وهو عبارة عن عبارة عن ريكونايسس فيلنبيليتيز، أو ما نسميها بالثغرات الخاصة في في عملية الاستطلاع. إذن reconnaissance vulnerabilities is one of the most critical ones in the wireless LAN security systems. تعد ثغرة الاستطلاع واحدة من أهم نقاط الضعف في نظام أمان الشبكات اللاسلكية. عن طريق ماذا؟ عادة هناك عندنا ما يسمى بالwireless routers، وهو أحد الأجهزة المركزية التي تستخدم في الوصول إلى الشبكات. في هذا النوع من أنواع الأجهزة الذي عبارة عن wireless routers of the wireless local area network transmit the signals within the rated radius. هنا عملية نقل البيانات هنا تتم عن طريق ماذا؟ الأجهزة اللاسلكية الشبكية. إذن الإشارات هذه تكون داخل نصف قطر محدد حسب نوعية جهاز التوجيه. إذا عندنا عبارة عن جهاز توجيه، هذا جهاز التوجيه ممكن عن طريقه يتم عملية بث الإشارات. هذه الإشارة نسميها عبارة عن signals. كم مساحة هذا القطر يعتمد على نوعية ماذا؟ نوعية هذا الجهاز. طيب إذا كان عندنا عبارة عن جهاز عبارة عن signals أو عبارة عن إشارة، وهذه الإشارة موجودة في كوسط ناقل في الوسط أو في الهواء الطلق ممكن نقول، فمن السهل جدا كاتشينج أو كابتشر، عملية عملية الحصول على هذه الإشارة أو الوصول إليها بطريقة بطريقة سهلة جدا. لذلك يمكن بسهولة الوصول إلى الإشارات من قبل أي مخترق موجود في مجال النطاق النشط للإشارات الإشارات اللاسلكية. يمكن أيضا تحسين هذه الإشارات، الإشارة قد تكون ضعيفة اعتمادا كما قلنا على نوع الوايرلس راوترز أو الأكسس بوينت، واضح؟ لذلك هنا نستطيع عملية تقوية هذه الإشارة مستخدما أنواع مختلفة من الأجهزة. هذه الأجهزة نسميها عادة عبارة عن عبارة عن powerful antennas، أو عبارة عن عبارة عن أنتينا، أو تقوم بعملية زيادة قوة الإشارة. لذلك يمكن أيضا كما قلنا تحسين إشارات الشبكات اللاسلكية والتقاطها. لذلك يمكن تحسين إشارات الشبكات اللاسلكية والتقاطها من خلال ماذا؟ من خلال هوائيات قوية جدا يستخدمها عادة القراصنة والمتسللون للوصول إلى الإشارات اللاسلكية لشبكات بعيدة. وهذا الشكل عادة أحد أنواع الهوائيات التي تستخدم لتقوية لتقوية الإشارة.
إذن باستخدام هنا بهذا الشكل أيضا نوع آخر من أنواع الهوائيات، ممكن أن تستخدم هذه الهوائيات في ماذا؟ في الواي فاي، عادة نسميها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن باور واي فاي أنتينز، أو نسميها هوائيات واي فاي عالية الطاقة. لديها قدرات كبيرة في عملية تعزيز قوة الإشارة وزيادة منطقة تغطية الشبكات المحلية اللاسلكية، وبالتالي فإن ضعف الاستطلاع للشبكة من نوع Local Area Network اللاسلكية يزداد مع زيادة قوة ماذا؟ الإشارة من نوع واي فاي، وبالتالي منطقة تغطية الإشارات اللاسلكية. فكلما زادت عندنا مساحة التغطية كلما كان هناك زيادة في وجود ثغرات، الثغرات هذه تتخصص أو معنية بالاستطلاع. هنا نوع آخر من الثغرات التي قد تستغل لمهاجمة الشبكات اللاسلكية، وهي عبارة عن Resource Stealing and Invasions، أو ما نسميه عادة بسرقة الموارد واستخدام هذه الموارد من أجل عملية الهجوم على الشبكات اللاسلكية. In this type of vulnerabilities, the hackers use the main devices of the wireless network. ما هو الجهاز الأساسي الموجود في الشبكات اللاسلكية؟ هو عبارة عن wireless router، أو ما نسميه بموجهات الشبكات اللاسلكية، الذي عن طريقه يتم عملية ربط جميع الأجهزة مع بعضها البعض، ويستخدم عادة في نقل البيانات وتوجيه البيانات. إذن عادة الوايرلس راوترز يقدم لنا the first layer of security، الذي عبارة عن ممكن نسميها عبارة عن الطبقة الأولى من الأمان الخاصة الخاصة بأجهزة الحاسبات. أيضا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة ل الوايرلس كارد، أو مسمى بكارت الشبكات اللاسلكية. إذن كما نعرف بالنسبة للوايرلس راوتر، ما هي المكونات الأساسية أو كيف يتم عملية توجيه البيانات؟ دائما عندنا الراوترز لديه عبارة عن راوتينج تيبل، أو ما نسميه بجداول التوجيه. أيضا من أجل عملية توجيه البيانات بطريقة ذكية، قد نستخدم كثير من ماذا؟ من الخوارزميات، نسميها عبارة عن Intelligent Algorithm، تستخدم من أجل Fasting Routing، أو عملية التوجيه بطريقة بطريقة أسرع. إذن يستطيع المهاجم هنا عملية Manipulation للRouting Table، أو التغيير أو التبديل في ماذا؟ في هذا الجدول. الجدول يحتوي عادة مثلا neighbor addresses of devices، مثلا عبارة عن عناوين الأجهزة المجاورة، سواء كان عبارة إما أن تكون عبارة عن أجهزة أو عبارة عن ماذا؟ أو عبارة عن شبكات أو عبارة عن topology قد تكون. واضح؟ فهنا قد يتم استخدام مثلا IP spoofing أو ما شابه ذلك، أو عبارة عن الماك spoofing للوصول إلى الراوتينج تيبل، ثم يقوم بعملية التغيير أو التبديل في هذه البيانات. لذلك في هذا النوع من الثغرات الأمنية قلنا قد يستخدم القراصنة والمتسللون الأجهزة الرئيسية في الشبكات اللاسلكية، مثل الموجه اللاسلكي كما قلنا الذي يوفر الطبقة الأولى من الأمان، ويحتوي على بيانات الأجهزة الحاسبات وبطاقة اللاسلكية الخاصة بهذه الأجهزة. وكما قلنا أن هذه الأجهزة تحتفظ بماذا؟ بجداول توجيه البيانات، أيضا تحتوي على خوارزمية ذكية للتوجيه السريع. فقد يتم التلاعب بهذه الجداول باستخدام بعض التقنيات مثل انتحال الآي بي أو ما شابه ذلك، وبالتالي يتم مثلا غزو الجهاز وخداعه للقيام بما يريد المخترق القيام به. واضح؟ إذن بهذه الطريقة هنستطيع عملية التحكم في ماذا؟ في الراوتر من نوع وايرلس، إذا تمت ماذا؟ مهاجمة هذا الجهاز أو سرقة البيانات الخاصة فيه، ثم يتم التحكم فيه كما يشاء. فبهذا ممكن يتم استغلال هذه الثغرة الأمنية من قبل من؟ من قبل المتسللين بسهولة شديدة، من أجل التطفل على نظام الأمان وسرقة البيانات المفيدة التي يمكن استخدامها في ماذا؟ في هجمات سيبرانية على على الشبكة أو على الأنظمة. طبعا هنا يتم مثلا عملية غزو هذه الأجهزة وخداعها للقيام بما يريد المخترق، وقد تستخدم الأجهزة المتصلة بالسويتش، الذي عبارة عن ما نسميه بالمحولات،
من خلال كابلات هش الشبكة كجهاز لاسلكي أيضا، أيضا بسبب البطاقات التي تم تمكينها لاسلكيا داخل هذه هش الأجهزة، فهذه كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر كثغرات أساسية قد تستغل في عملية مهاجمات الشبكات اللاسلكية. نوع آخر من الثغرات التي قد تستغل ما نسميها بالروج أكسس بوينت، أو ما نسميه بنقطة الاتصال ماذا؟ المزورة. طيب فما هي نقطة الاتصال المزورة؟ لاحظ في هذا الشكل المجاور هنا قد يكون عندنا عبارة عن ريال أكسس بوينت، عن طريقه يتم الوصول إلى الشبكات اللاسلكية. ممكن يتم تركيب على هذه الشبكة جهاز آخر، هذا الجهاز هو عبارة عن مزور، فيتم استخدام هذا الجهاز للوصول إلى الشبكة وأيضا لعملية ربط أجهزة أخرى بالشبكة. واضح؟ وهذه الطريقة قد يكون هنا عبارة عن الهاكرز، وهو عبارة عن man in the middle attack، يستطيع ماذا؟ يستطيع عملية سرقة البيانات التي تصل عبر الروج أكسس بوينت. إذن هنا the rogue access point is one of the major vulnerabilities that are exploited by the hackers for man in the middle attack. فنقطة الوصول ما نسميها بالمزورة أو قد تكون عبارة عن ظاهرة، هي إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي يستغلها القراصنة لمهاجمة إيش أو مستخدم هجمات man in the middle اللي عبارة عن الرجل في الوسط. The rogue access point أو ما نسميها بالAB are those wireless devices، هو عبارة عن جهاز لاسلكي متصل دائما عادة بالشبكة، ولكن بها مميزات أمان ضعيفة جدا، أو يتم مثلا عملية تكوينها أو الإعداد بواسطة من الهاكرز. لاحظ أنه هذا عبارة عن جهاز مزور، فأكيد حيكون هناك الإعدادات تلبي طلبات من طلبات الهاكرز. واضح؟ أو المتسلل مثلا الذي عبارة عن قوة الأمان الموجودة في كلمة المرور، قد تكون أيضا معروفة للوصول إلى الشبكة وغيرها من الإعدادات التي يستغلها المهاجم للوصول إلى بيانات الشبكة بشكل كامل. إذن في عادة ما يتم تكوين نقاط الوصول هذه دائما على حافة الشبكة اللاسلكية أو بعيدا من أين؟ بعيدا من المراقبة الأمنية للشبكة. فهنا ممكن اولا تستخدم نقطة الوصول هذه بعد ذلك ايش للهجمات السلبية لسرقة معلومات الشبكة. اذا هنا ممكن حستغل هذه النقطة لعملية سرقة البيانات. هذه البيانات قد تكون عبارة كما قلنا باسيف اتاك، بعدين حيتم استغلال هذه البيانات في ماذا؟ في استخدامها في احداث هجمات اكثر فكتا بالنسبة إيش؟ بالنسبة للشبكة أو بالهجمات السيبرانية. كما هو واضح أيضا هنا أنه يتم اتصال المستخدمون الشرعيون بنقاط الوصول الخادعة التي ما نسميها بالنقاط المزورة، والغير مصرح لها بالعمل في الشبكة، ولكنها ترتبط أو تربط المستخدمين وتوجه حركة المرور من خلالها إلى أين؟ إلى داخل الشبكة كما تم شرحه سابقا. هنا المهاجم يقوم بعملية اعتراض حركة مرور البيانات وتحليلها والحصول على إيش؟ على البيانات المهمة. طيب أو البيانات التي قد تكون مفيدة يمكن أن تساعد في إطلاق هجوم سيبراني فتاك على الشبكة. تصبح هذه الأنواع من نقاط الوصول اللي عبارة عن الأكسس بوينت من نوع روج اللي سميها عبارة عن مزورة أو شاذة أو سميها خادعة كما تريد، أكثر سوءا في بعض الحالات، لأن المسؤول الشبكة غير مدرك تماما لأنشطة نقطة الوصول الخادعة التي تراقب إيش حركة مرور البيانات وتعرض أمن الشبكة اللاسلكية من نوع المحلية لماذا؟ للخطر. كما أنه يمكن أيضا تثبيت نقاط الوصول المزورة هذه على فين؟ عن طريق الوصول المادي إلى شبكة المؤسسة ووضع نقاط الوصول في مكان ما مخفي ومتصل بمفتاح شبكة الشركة عبر سلك. إذن هنا مباشرة يعني أنا كمهاجم ممكن أوصل إلى شبكة إلى شبكة الشركة وأقوم بعملية إيصال هذا الأكسس بوينت بماذا؟ بالشركة وأوضعه في منطقة مخفية بحيث لا يلاحظه أحد. واضح؟ ثم أقوم بعملية ترتيب الإعدادات بحيث تكون الشبكة غير مرئية،
عن طريق الإعدادات الداخلية للأكسس بوينت أكون أنا كمستخدم أو كمهاجم أعرف هذا الاسم يتم الوصول إليها عن طريق إيش؟ عن طريق البحث وليس عن طريق ظهورها في إعدادات الشبكة. واضح؟ إذن قلنا ممكن إيش؟ ممكن أن يقوم بعملية وضع نقطة الأكسس بوينت في مكان مخفي ومتصل بمفتاح لشبكة الشركة عبر سلك معين. يتم تحقيق الوصول المادي عادة إما عن طريق من؟ المساس بالأمن المادي أو الحصول على مساعدة من الشريك الذي يمكن يشل وصوله إلى المنطقة المادية للمؤسسة. واضح؟ مثلا قد يكون عندك لديك شخص معين، هذا الشخص يستطيع الوصول فيزيكال إلى ماذا؟ إلى الفيزيكال أريا أوف ذا أورجانيزيشن، إلى المنطقة الفيزيائية، أي إلى الأجهزة الموجودة داخل الشركة. وبهذه الطريقة عن طريق هذا الشخص يستطيع وضع هذا الجهاز ويقوم بعملية تثبيت هذا الجهاز بطريقة غير قانونية، وهنا حيكون عندك وصول إلى الشبكات اللاسلكية لهذه الشركة، وتكون هذه الشبكة at high risk، تكون في ماذا؟ تكون في خطر كبير. طبعا في بعض الأحيان يقوم الموظفون أو غيرهم من المستخدمين الشرعيين بإحضار وإدخال access point مع الإعدادات الذي عبارة عن الافتراضية لتوسيع منطقة التغطية داخل إيش؟ منطقة العمل. كما أن الإعدادات الافتراضية أو الميزات الآمنة إلى حد ما التي تم تمكينها لنقطة الوصول تقع أيضا فريسة لماذا؟ للمتسللين بسهولة، ويستخدمونها كنقطة وصول كاذبة أو خادعة لمهاجمات إيش؟ الشبكة. وبالنسبة للديفولت كونفيجريشن ممكن إيش؟ نشرحها لاحقا. ومن الثغرات التي قد تستخدم أيضا للمهاجمات الشبكات اللاسلكية ما نسميها Station and Access Point Plain Text Transmission. عملية Transmission للإنفورميشن أو البيانات بين الستيشن والأكسس بوينت قد تكون بشكل Plain Text، والبلين تكست قلنا هي عبارة عن الصورة الأصلية للبيانات. لو قد عندنا تشفير لهذه البيانات معناته أنه هنا السرية تكون مكشوفة إذا تم الحصول على هذه البيانات. إذن the traffic redirection is done by exploiting different vulnerabilities in the network. عملية إعادة توجيه البيانات داخل الشبكة ممكن أن تنفذ بطريقة إيش؟ استغلال الثغرات داخل إيش؟ الشبكة. وعملية redirection أعتقد تم شرحها في محاضرات ماضية، من السهل هنا أن نتطرق عليها بطريقة إيش؟ سريعة جدا. The main exploits that enable the traffic redirect attack include مثلا عبارة عن الفيشينج and session hiking through MAC spoofing. واضح؟ عملية إعادة توجيه البيانات قد تتم بطرق مختلفة، من ضمنها اللي عبارة عن التصيد الاحتيالي أو عملية اختطاف السيشن أو الجلسات ما نسميها عبر تزوير، أو ما نسمي عملية إيش؟ تزوير للماك أدرس الخاص بالأجهزة. واضح؟ إذن معروف أنه it is very important to know that، من الضرورية جدا أن تعرف أن الاتصال الأول أو الخطوات الأولى للاتصال بين الأكسس بوينت والليجيتيميت ستيشن والمحطة ممكن نقول الذي عبارة عن الحقيقية الذي يطلق عليها اختصار STA، هنا تتم عن طريق ماذا؟ تبادل البيانات، وهذه البيانات تكون بشكل بلين تكس كما قلنا، عبارة عن إيش؟ عبارة عن الصورة الأصلية التي ممكن قراءتها ومعرفة إيش المحتويات. لماذا؟ Due to the encryption decryption protocol enability at that point، في هذه المرحلة لا يوجد عندنا بروتوكول أو البروتوكولات غير متاحة لتقوم في عملية الإنكريبشن أو الديكريبشن، في عملية التشفير أو عملية إيش؟ أو عملية فك التشفير. لذلك هنا the plain text information is interrupted by the hackers. البلين تكست انفورميشن أو المعلومات الأصلية يتم مقاطعتها عن طريق من؟ الهاكرز. وبالتالي جميع المعلومات حول ماذا؟ حول الماك أدرس أوف أكسس بوينت، جميع البيانات للماك أدرس الذي يكون مرتبط في إيش؟ في نقطة الوصول أو الأكسس بوينت. واضح؟ وهنا معناته حيتم عملية السبوفينج والحصول على هذه البيانات بطريقة سهلة إيش؟ جدا. وبالتالي ممكن نقول أنه يقوم القراصنة بالحصول على المعلومات، وهذه المعلومات تكون عبارة عن نصوص عادية
وبالتالي يمكن الحصول على معلومات حول عناوين الماك أدرس الخاص بالأكسس بوينت وكذلك المستخدم الشرعي لهذه الشبكة. بمجرد الحصول على المعلومات حول عناوين الماك أدرس يمكن للقراصنة انتحال الماك أدرس والتطفل على الشبكة. وبمجرد إنشاء جلسة والوصول إلى الشبكة يمكن بسهولة اختراق أمان ماذا؟ الشبكة. نوع آخر من الثغرات أو الهجوم ما نسميها بالدينار أو سيرفس أتاك أو هجمات منع الخدمة. الدينار أو سيرفس أتاك are easier to carry out in the wireless network because of the following factors. كما شرحنا في محاضرة ماضية ما المقصود في الدينار أو سيرفس أتاك، وهو عبارة عن عملية إغراق الضحية بكثير من الطلبات حتى يتم إخراجه عن ماذا؟ إخراجه عن الخدمة. ولاحظ أنه هنا إذا كان عندنا عبارة عن أتاك نقوم بعملية مهاجمة السيرفر أو الضحية حتى لا يستطيع عملية الرد. واضح؟ إذن هنا هجمات رفض الخدمة من السهل تنفيذها فين؟ في الشبكات اللاسلكية بسبب عوامل عدة، من ضمنها سهولة الوصول إلى الوسيط اللاسلكي. عندنا عبارة عن ميديم لاسلكي من السهل، لذلك يكون هنا عندنا أسهل تنفيذا في الشبكات اللاسلكية. أيضا هنا توفر أجهزة راديو قوية مثل بطاقة اللاسلكية والتشويش أيضا ماذا؟ اللاسلكي. هنا ممكن نقوم بعملية التشويش للشبكات اللاسلكية، وعملية التشويش إما أن يتم عن طريق إضعاف الإشارة بعملية الداخلات الكهرومغناطيسية أو عملية البث بنفس التردد، فهنا تقوم بعملية إيش؟ إضعافها، وهنا تخرج هذه الشبكة عن ماذا؟ عن الخدمة. إذن عند denial of service attack في هجمات رفض الخدمة يمكن منع مستخدم شرعي واحد أو أكثر من الوصول إلى إيش؟ إلى الشبكة عن طريق انتحال جلسات المصادقة اللي ما نسميها بالauthentication and sessions and association stations أو ماذا؟ أو جلسات الارتباط، بحيث ينضم العميل إلى الشبكة بمجرد ماذا؟ معروف الذي عبارة عن المصادقة. إذا تم المصادقة عن طريق الأكسس بوينت فاليوزر هنا ممكن أن ينضم إلى ماذا؟ إلى الشبكة أو إلى ما نسميه بالستيشنز أو الذي عبارة عن محطة إيش؟ محطة الربط. طيب بهذه الطريقة يمكن انتحال رسائل المصادقة والارتباط كرسائل غير شرعية وبالتالي طرد المستخدم من الخدمات. وبالتالي فإن هجمات الدينال أوف سيرفيس أتاك في الشبكات اللاسلكية أسهل بكثير في استغلال من استغلالها إيش في الشبكات الأخرى مثل الشبكات إيش الشبكات السلكية. طيب نوع آخر من الثغرات ما نسميها بالديفولت أكسس بوينت كونفيجريشن. The default configuration of any access point is big vulnerabilities that can put your internet network at the very high risk of cyber attack. معروف أنه هنا عندنا الإعدادات الافتراضية لأي نقطة وصول access point، هنا تعتبر ثغرة أمنية كبيرة يمكن أن تعرض شبكتك بالكامل لخطر الهجمات السيبرانية. عادة ما يكون الإعدادات الافتراضية لنقاط الوصول الأكسس بوينت التي يصنعها أي بائع في العالم اسم المستخدم وكلمات المرور المعروفة. واضح؟ For example, wireless routers manufactured by the Cisco systems have the username as Cisco and password as Cisco. واضح؟ هنا على سبيل المثال أجهزة التوجيه اللاسلكية اللي تصنعها أنظمة سيسكو لها اسم مستخدم هو عبارة عن سيسكو وكلمة المرور سيسكو. كذلك الأجهزة الأخرى لديها عبارة عن ديفولت ستاندرد مثلا لديها عبارة عن أدمين اليوزر نيم والباسورد عبارة عن إيش؟ عبارة عن أدمين. إذن the access to the router is free without any password by default. هنا عملية الوصول حتكون عبارة عن إيش؟ متاحة إذا كانت ضمن الإعدادات by default لكلمة السرور كلمة المرور التي تكون موجودة ضمن إيش الشركة وغيرها. إذن هنا العديد من ميزات الأمان الأخرى مثل التشفير والمعايير الأخرى غير مهيئة افتراضيا. عادة عندما تقوم بعملية وضع default configuration فالإنكريبشن مثلا والأشياء الأخرى تكون غير مهيئة
واضح. لذلك قد تكون الاعدادات الافتراضية خطيرة جدا على أمان الشبكات اللاسلكية. في كثير من الحالات لوحظ أن المؤسسات مثلا الصغيرة التي لا تتوفر فيها آلية أو سياسة الأمان القياسية، يقوم المستخدمون بإعداد نقاط الوصول بإعدادات أمان عادية جدا، وبالتالي تصبح نقاط الوصول اللي عبارة عن الأكسس بوينت ذات ميزة أمان أقل من إيش الممكنة. وبهذه الطريقة يتم استغلال هذه الفلنبلتيز اللي عبارة عن الثغرات للمهاجمات أو مهاجمات الشبكات اللاسلكية. ثغرة أخرى هنا ما نسميها بالروغ إنسايدرز. وعادة الروغ إنسايدرز هنا كمصطلح هم عبارة عن العملاء أو الجواسيس داخل المنظمة أو ماذا أو الشركة. لاحظوا عبارة عن شركة، قد يكون هذا الشخص هو عبارة عن روغ إنسايدرز، هو عبارة عن عميل أو عبارة عن جاسوس، بحيث يمثل العملاء أيضا تهديدا كبيرا لأمن الشبكات اللاسلكية وكذلك أيضا الشبكات السلكية. ولكن بالنسبة للشبكات اللاسلكية يمكن أن يكونوا محفوفين بالمخاطر للغاية. لماذا؟ بحيث أنه يمكن للقراصنة بسهولة استغلال أنشطة المطلعين المارقين لتعريض أمن الشبكة لماذا؟ للخطر. يمكن للموظف اللي هو عبارة عن روغ أو العميل لشركة أخرى تسريب بيانات الشبكة اللاسلكية، وكذلك يمكنه توصيل الكمبيوتر المحمول مثلا الخاصة به بالشبكة من خلال سلك، وتوصيل أو توفير الوصول إلى القراصنة من خلال البطاقة اللاسلكية لماذا؟ للكمبيوتر، بحيث يمكن للمطلع أن يستغل الشبكات اللاسلكية بشكل سيء للغاية. قلنا كمثال هذا عبارة عن شخص لديه عبارة عن جهاز حاسب داخل مؤسسة، يستطيع ربط جهاز حاسبه لشبكة المؤسسة عن طريق الكيبلات، ثم يستطيع إعدادات جهاز الحاسب بحيث يقوم بعملية تكوين شبكة لاسلكية يسمح للآخرين للوصول إلى شبكة الشركة عن طريق الشبكات اللاسلكية الخاص بجهازه هو. وهذا يعتبر من ماذا؟ من أكثر أنواع الخطورة، بحيث يمكن تسريب جميع بيانات الشركة للآخرين. ثغرة أخرى هنا ما نسميها بالبروتوكول vulnerabilities أو ما نسميها بثغرات البروتوكولات. معروف هنا ضعف البروتوكول أو الثغرات في البروتوكولات، فهذه عبارة عن نقطة نقطة مهمة جدا كما ذكرناها سابقا. كما ذكرنا في الموضوعات السابقة تبدأ عندنا ما يسميها بالستيشنز والأكسس بوينت. ماذا لعملية الربط؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الاثنتيكيشن أو عملية المصادقة من أجل عملية الربط. كما ذكرنا أن عملية الربط هنا تتم عن طريق ماذا؟ بلين تكست كونفرسيشنز أو عملية التبادل للبيانات، وهذه البيانات تكون بشكل بلين تكست أو بالصورة بالصورة الحقيقية. This is the first vulnerabilities of the protocol. هذا عبارة عن الثغرة الأولى في ماذا؟ في البروتوكول. ممكن أن يتم عملية استغلالها عن طريق ماذا؟ الهاكرز. عملية استغلال هذه الثغرات عن طريق الهاكرز يستطيع عملية تأسيس والتحكم بماذا؟ بالسيشن أو ما نسميها بالجلسات، وبالتالي يستطيع عملية تنفيذ أو تحميل ماذا؟ المالشوس أكتيفيتيز أو ما نسميها ب العمليات الخبيثة، واضح، أو الأنشطة الخبيثة داخل هذه الشبكات اللاسلكية. بنفس الطريقة The Encryption Protocol used by the wireless LAN وتشمل الويب الذي عبارة عن الوايرلس إكوفالنت بروتوكول، أو عندنا اللي عبارة عن WPA وهو عبارة عن الواي فاي بروتكتد أكسس، سواء كان عبارة عن النسخة الأولى أو النسخة أو النسخة الثانية. كل هذه لديها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضعف في الأمن. إذن بالمثل تضمن هذه البروتوكولات التشفير المستخدمة بواسطة الشبكات المحلية اللاسلكية أن هناك بعض الثغرات الأمنية في هذه البروتوكولات، والتي يمكن للقراصنة أن يقوموا بعملية بعملية استغلالها. على سبيل المثال Any wireless network using web protocols is very insecure. تكون عادة الشبكات التي تستخدم بروتوكول web تكون غير آمنة. لذلك يقوم المهاجم في عملية اقتحام هذا النوع من أنواع الإنكريبشن وفك التشفير،
ثم الحصول على إيش؟ على كلمة المرور فرضا أو المصادقة في أقل من دقيقة. وهذا يعطي ماذا؟ يعطي إمكانية للوصول إلى البيانات بطريقة سهلة جدا. لذلك كثير من الشركات في الوقت الحالي لا تستخدم هذا البروتوكول في أمان الشبكات السلكية، وهناك طرق أخرى في عملية إيش؟ في عملية الاستخدام. إذن هنا ممكن نقول أن معيار الذي هو عبارة عن الويب الذي تقدمه شركة اي ترابلي 802.11، هذا عبارة عن معيار، المعيار الأصلي الذي تم ايش الذي يتم عن طريق التصديق عليه او تم التصديق عليه في عام 1997، وكان الهدف منه توفير سرية البيانات التي يمكن مقارنتها بسرية الشبكات السلكية التقليدية، الذي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الويب. واضح؟ يمكن للقراصنة كسر تشفير الويب في غضون دقيقة واحدة. تم وضع علامة على أنها منتهية الصلاحية في السوق، ولكن إذا كان أي شخص يستخدم هذا النوع من أنواع سرية البيانات فهو يعتبر إيش قلنا؟ at very high risk. طيب، بهذه الطريقة قد يستخدم مثلا المستخدمون ما نسميها WBHA، WBA هنا هي عبارة عن الواي فاي بروتكتد اكسس، واما ان تكون النسخة الاولى او النسخة الثانية او حتى ايش النسخة ايش الثالثة. هي عبارة عن ثلاثة برامج كلها لديها عبارة عن شهادات الامان، والامان تم تطويرها في عام 2000 من قبل واي فاي اليانس لتأمين شبكة الكمبيوتر اللاسلكية. المفتاح المشترك، سابقا يتم استخدام المفتاح مثلا هنا من اجل ماذا؟ من اجل زيادة الحماية، فكلما كان المفتاح اطول كلما كانت الحماية ماذا؟ الحماية اكثر. إذن هناك عملية تثبيت للمفاتيح الذي يتحكم فيه المتسللون بالفعل اذا حصل على هذا المفتاح، وبالتالي يمكن ايضا اختراق الشبكة اللاسلكية التي تستخدم بروتوكول الذي عبارة عن ايش؟ عبارة عن WBA. واضح؟ لذلك دائما عملية التطوير في هذا النوع من انواع البروتوكولات المستخدمة في التشفير مستمرة، لا يوجد هناك ايش؟ عملية توقيف، وهنا نستخدم خوارزميات تكون اكثر قوة. فعندنا عبارة عن WBA وايضا WBA2 وايضا ايش؟ 3 وهكذا. اذا تم تلخيص نقاط الضعف الرئيسية لبروتوكول الذي عبارة عن واي فاي بروتكتد اكسس بروتوكول في النقاط ايش التالية. من ضمنها انه يستخدم خوارزمية من خوارزمية التشفير، هي عبارة عن الار سي 4، والذي اخذ كورس الامن امن البيانات اعتقد انه عنده ايش معرفة حول هذا النوع من انواع ايش الخوارزميات، والتي تكون ضعيفة او نقطه ضعف فيها لهجمات الدينايل او سيرفيس اتاك، او تكون عرضه لهجمات الدينايل او سيرفيس اتاك. هنا قد يستخدم قيمه ما نسميها الام اي سي، وهو عباره عن ميسج انتجريتي كود، هنا في رساله الاي اي بول هنا بشكل ماذا؟ بشكل بلين تكست او ما نسميها بالنص العادي، مما يسهل على القراصنه الهجوم وكسر هذه الشفرات. وبالمثل فإن نقاط الضعف الرئيسية للبروتوكول WBA النسخة الثانية كمثال عندنا هنا، عندنا بعض الضعف. The hole 196 is one of the most known vulnerabilities، الذي عبارة عن الثقب 196 أحد أكثر نقاط الضعف شهرة في فين؟ في هذا النوع من أنواع الأمان. أيضا هنا ما نسميها CCMB، وهذا عبارة عن نوع من أنواع البروتوكولات المستخدم في آلية التشفير لأي نوع، عبارة عن واي فاي بروتكتد أكسس 2، وهذا عرضة لهجوم، وهذا الهجوم هو عبارة عن ما نسميه هنا الذي عبارة عن تايم ميموري تريد بري كمبيوتيشنز أتاك. وبهذه الطريقة اقترحت الـ ICASI هنا بعض الإرشادات للمصنعين وكذلك للمستخدمين لتجنب استغلال بروتوكولات الأمان التي تدعم الـ Wi-Fi Protect Access، ولتجنب أي حل وسط بشأن أمان شبكة المنطقة المحلية أو الشبكات ماذا؟ المحلية اللاسلكية الخاصة بها.
وأخيرا هنا بالنسبة للشبكات المحلية عندنا ثغرة أخرى أو مشاكل أخرى، من ضمنها مشاكل أمان ووضع الشبكات من نوع أد هوك. إذن أد هوك نتورك مود سيكوريتي بروبلمز. The use of ad hoc networking is supported by many operating systems including the Windows operating system. لاحظوا أنه هنا عملية استخدام الشبكات من نوع ad hoc وهو عبارة عن النت تو نت فرضا أو بير تو بير مدعومة من كثير من أنواع أنظمة التشغيل، من ضمنها نظام التشغيل Windows، وهو إنشاء شبكة بين جهازين دون أن يكون عندنا جهاز وسيط كالراوتر. واضح؟ إذا تبادل البيانات هنا من السهل جدا، وبهذه الطريقة عملية الاختراق تكون أكثر إيش؟ أكثر سهولة. By using ad hoc network, every host in the network can communicate with the others network based on agreed SSID. إذا كان هنا مثلا عبارة عن عملية البث مستخدمنا الـ SSID في أي جهاز يستطيع الوصول إلى هذا الجهاز والاتصال به بطريقة إيش؟ مباشرة مستخدماً ad hoc network. This type of wireless network is very vulnerable. تكون أكثر عرضة للثغرات من ناحية إيش؟ من ناحية الأمان، لأنه هنا لا يوجد عندنا firewall أو عبارة عن جدار ناري بخلف هذه الشبكة تحمي هذه الأجهزة من عملية الاختراقات. وبالتالي في هذا النوع من أنواع الشبكات فإنه تتصل كل عقدة في الشبكة بنظيراتها دون أي جدار إيش؟ حماية أو إجراءات أمان أخرى في الشبكة. في مثل هذه الظروف يمكن لأي فيروس أو دودة أو برامج ضارة أخرى متوفرة على أي عقدة أو على أي جهاز داخل الشبكة أن تنتقل بسهولة إلى عقدة أخرى دون أي غطاء أمني بواسطة جدار حماية الشبكة. لذلك تعتبر من أكثر أنواع ماذا؟ الشبكات عرضة للتهديدات، وتكون أكثر ضعفاً لاحتوائها على كثير من الثغرات. الثاني في محاضرة اليوم هي عبارة عن Wireless WAN Vulnerabilities أو ما نسميها بالثغرات في الشبكات الواسعة أو الشبكات العالمية اللاسلكية. طبعاً The Wireless Wide Area Network is the wireless network spread over large area of operations. فالشبكات اللاسلكية الواسعة هي عبارة عن شبكات لاسلكية منتشرة على مساحة تشغيل كبيرة. طبعا هناك أمثلة كثيرة بالنسبة للشبكات اللاسلكية والتي تشمل الذي عبارة عن 2G 3G 4G 5G networks and 6G في الوقت الحالي. أيضا بالإضافة إلى ذلك جميع شبكات النطاق العريضة المتنقلة التي هي عبارة عن الموبايل بروتباند نتوركس. هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر عبارة عن Wireless Wide Area Network. هذه تعتبر أمثلة ممكن إيش؟ ممكن أن نقوم بعملية تصنيف هذه الأنواع من أنواع الشبكات إلى جزئين أساسيين، الذي هو عبارة عن Circuit Switch Data Network and Packet Switch Data Network. بالنسبة لتفاصيل هذا النوع من أنواع الشبكات، أعتقد أنه تم أخذها في مقرر شبكات الحاسوب سواء كان 1 أو 2. بالنسبة لطلاب البكالوريوس أو لطلاب التمهيدي. وهنا ممكن نعرج بشكل سريع على أنواع هذه الشبكات بالنسبة للشبكات العالمية أو الشبكات واسعة النطاق، وهي عبارة عن Circuit Switch Data Network. عندنا هنا عبارة عن شكل، وهذا الشكل يتبع عملية نقل البيانات من Devices A وهو عبارة عن Source إلى Devices B وهو عبارة عن Destination بطريقتين مختلفتين، إما عن طريق سيركت سويتش أو عن طريق باكيت إيش؟ باكيت سويتش بالنسبة لنقل البيانات through the wide area network. في النوع الأول وهو عبارة عن سيركت سويتش داتا نتورك، هنا في طريقة هذا النوع من أنواع الشبكات يتم إنشاء اتصال يسمى سيركت أو ما نسميه بالدائرة بين جهازين، الجهاز A والجهاز إيش B، والذي يتم استخدامه للاتصال بالكامل. طبعا يتم احتفاظ الشبكة بمعلومات حول طبيعة هذا السيركت، واضح إن شاء الله. وقد تكون هذه السيركت أو الدائرة إما دائرة ثابتة أو متغيرة، وقد تكون موجودة دائما أو هنا ممكن يتم إنشاؤها على أساس الحاجة. حتى في حالة وجود العديد من المسارات المحتملة عبر الأجهزة الوسيطة بين الجهازين المتصلين الجهاز A والجهاز B، هنا عندنا أكثر من باث أو أكثر من مسار
ممكن يتم استخدامه في عملية نقل البيانات، فسيتم فقط استخدام مسار واحد من أجل عملية نقل البيانات. هذا بالنسبة لماذا؟ للسيركتس. لذلك The security of wide area network is implemented by the internet service provider والذي يسمى عادة أو مشهور بالـ ISP. أيضا The security of this wireless wide area networks is mostly implemented at the protocols. ممكن أن يكون في البروتوكولات، في مثلا الذي عبارة عن system backbone أو ما يسمى بأنظمة العمود الفقري الأساسية التي تقوم بعملية نقل البيانات داخل الشبكات العالمية، and base station of the network أو المحطات المستخدمة في نقل البيانات داخل الشبكة، فهنا تتمتع أو يتم عملية تنفيذ الحماية أو أمن الشبكة. ومن هنا ممكن نقول أن البروتوكولات الرئيسية المستخدمة في شبكات نقل البيانات من نوع السيركتس هي عملية إيش؟ عملية المصادقة، تتم عن طريق ما نسميها بماذا؟ بالمصادقة، وتشمل أنواع مختلفة من البروتوكولات. هذه البروتوكولات عبارة عن الـ BAP، ونسميها عبارة عن Password Authentication Protocol، وعادة هذا يستخدم كلمة المرور من أجل عملية نقل البيانات أو إنشاء المصادقة أو ما نسميها بالAuthentication. إذا نحتاج إلى Authentication، والاثنتيكيشن تتم عن طريق استخدام بروتوكولات في الشبكات اللاسلكية، وتشمل بروتوكولات عديدة من ضمنها كما قلنا عبارة عن البي اي بي أو الذي عبارة عن باسورد اثنتيكيشن بروتوكول. بروتوكول آخر عبارة عن سي اتش اي بي، وهو اختصار لتشيلينج هاند شيك اثنتيكيشن بروتوكول. وبروتوكول آخر عبارة عن الاس بي اي بي، وهو اختصار ل Chief's extended version of BAP، فهو عبارة عن extension أو عبارة عن بروتوكول BAP ولكنه إيش تم تطويره. فما الفرق بين البروتوكولات الثلاثة المستخدمة؟ هناك في فروقات بسيطة ممكن نقول هو عملية تطوير من أجل زيادة إيش؟ زيادة الحماية. فهذا البروتوكول عادة هو عبارة عن extension أو تطوير لباسورد أو ما نسميه كما كان سابقاً باسورد أثنتيكيشن إيش بروتوكول، and is slightly more secure، وهو أكثر أماناً من البروتوكولات إيش السابقة التي تكون عادة إيش ضعيفة. بالنسبة للباسورد أثنتيكيشن بروتوكول هنا يستخدم عبارة عن two-way handshake to authenticate client session، بينما في ال CHAB هنا يستخدم ما نسميها three-way handshake إيش من أجل عملية إيش المصادقة. وهذا عبارة عن الفرق الأساسي بين البروتوكولات الثلاثة المستخدمة في الوايرلس وان نتوركس. ومع وجود هذا النوع من أنواع البروتوكولات، إلا أن هناك بعض الثغرات الأمنية لشبكات الوان. هذه الثغرات الأمنية تشمل التالي، فمثلا في البروتوكول Password Authentication Protocol is normally used for authentication، يستخدم لعملية إيش؟ لعملية المصادقة، which use the plain text message without any encryption. عملية المصادقة هنا بين طرفي تبادل البيانات والمعلومات اللي هو عبارة عن source and destination تتم عن طريق استخدام أو تبادل البيانات، وهذه البيانات بصورة plain text أو عبارة عن الصورة الحقيقية. لا يوجد عندنا عملية الانكريبشن، وهي عبارة عن التشفير من أجل الحصول على اليوزر نيم and password for authentication. لذلك عندما يكون هناك عندنا عملية تجسس على البيانات، يستطيع الهاكرز أو المتسلل الوصول إلى البيانات بطريقة إيش؟ بطريقة سهلة جدا. Circuit switches network use public network. عادة هذا النوع من أنواع الشبكات يستخدم الشبكات العامة، والتي هي عبارة شبكات الإنترنت، والتي تكون عرضة للتهديدات السيبرانية. أما بالنسبة للنوع الآخر من الشبكات نسميه عبارة عن شبكات الواسعة العريضة التي تعتمد على ما نسميه بالباكت سويتشينج أو عملية تبادل الباكتات. This network uses the packet routing that takes place from multiple routers and always from the different path. هنا ما نقول أنها تستخدم هذه الشبكات توجيه الحزمة
الذي يحدث أو يتم إنشاؤه من أجهزة توجيه متعددة، ودائما ما يتم استخدام مسارات مختلفة. إذن هنا شبكة ما نسميها بتبديل الحزم أو ما نسميها بالباكيت سويتشين نتورك، وهو عبارة عن نوع من أنواع الشبكات الاتصالات الخاصة في أجهزة الحاسبات التي تقوم بعملية جمع البيانات وترسلها في شكل حزم صغيرة. تتيح عملية إرسال البيانات أو حزمة الشبكات بين جهازين أو عقدتين، الذي عبارة عن المصدر والواجهة destination، عبر قنوات، هذه قنوات موجودة داخل الشبكات تكون مشتركة بين عدة مستخدمين أو عدة إيش أو عدة تطبيقات. وهذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن الشكل الخاص في أنواع من الشبكات التي تستخدم باكيت سويتشينج ويديا أريا إيش نتورك. طبعا هذا النوع من أنواع الشبكات هو يعتبر أفضل من النوع الأول الذي عبارة عن سيركت سويتشينج نتورك. إذن بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأمن أو للسيكوريتي. لماذا؟ This type of network use the point-to-point VPN اللي عبارة عن Virtual Private Edge Network. لاحظ أنه هنا عند عملية نقل بيانات من Source إلى Destination أو العكس، هنا يتم استخدام الـ VPN as the tunnel أو ما نسميها طرق الترانسميشن للبيانات. فهنا يتم استخدام الـ VPN، وهنا عبارة يعطيك كأنها عبارة عن اتصال من بوينت تو بوينت دون أن يستطيع أحد من الموجودين ضمن الشبكة العامة، سواء كان عبارة عن موبايل أوبريتنج نتورك أو الشبكات العالمية التي عبارة عن إنترنت أو الشبكات الأساسية، هنا لا يمكن الاطلاع على محتويات ماذا؟ محتويات هذه البيانات التي يتم إرسالها من السورس إلى الديستينيشن إذا كان هناك استخدام للـ VPN. لذلك هنا قلنا هذا النوع من أنواع الشبكات الواسعة أو واسعة النطاق تستخدم point to point VPN connections. So فهذا يعطينا إيش؟ the security of the data much higher than the other forms، بحيث أن أمن البيانات والمعلومات هنا تكون أعلى من الأشكال الأخرى. وهنا ننتقل إلى محور آخر، وهو عبارة عن IoT vulnerabilities أو Internet of Things vulnerabilities، الذي عبارة عن الثغرات التي تكون موجودة في إنترنت الأشياء. الكل عنده معرفة ماذا نقصد بإنترنت الأشياء. Internet of Things is a type of network technologies which is in the market for quite a few years now. إنترنت الأشياء هنا هو نوع من تقنيات الشبكات، وهو موجود في السوق منذ بضع سنوات حتى الآن. إنها شبكة من الأجهزة التي تدعم بروتوكولات الإنترنت، الذي هو عبارة عن بروتوكول الآي بي، وكلها متصلة في بيئة متصلة بالشبكة. إذن لاحظ أنه هنا عندنا أجهزة مختلفة في هذه الانفايرومنت أو في هذه البيئة متصلة مع بعضها البعض لتبادل البيانات، تشكلنا شبكة نسميها Internet of Things أو Internet إيش الأشياء. إذن هنا عملية التحكم يتم من خلال وحدة تحكم مركزية، هذه تكون موجودة إيش أو تشمل أجهزة التي تدعم بروتوكولات الإنترنت، بحيث تقوم بعملية إيش جمع البيانات من أجهزة إيش مختلفة والآلات الرئيسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. على سبيل المثال الطابعات وقفل الباب والثلاجة ومكيف الهواء والسخان وخزان المياه مثلاً فرن الموجات الدقيقة وغيرها الكثير، وفقاً إيش لهذه الأنواع من أنواع إيش البيانات أو هذه الأجهزة. طيب إذن عرفنا ما هي إيش ما هي إنترنت الأشياء، وهذه توسعت بطريقة كبيرة جداً في الوقت الحالي اعتماداً ووفقاً لتوقعات الخاصة بالستاتس. يتجاوز العدد الإجمالي للأجهزة المتصلة في جميع أنحاء العالم بحدود ما يقارب 75.44 مليار جهاز في 2025. أما بالنسبة في عام 2019 فقد وصل عدد الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض حول العالم إلى 26.66
مليار في عام 2019. لاحظ أن هذه الأجهزة تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي. فالسؤال هنا، ما هو المحرك الرئيسي لهذه النوع من أنواع التقنيات الذي عبارة عن Internet of Things؟ هي عبارة عن الشبكات اللاسلكية. وجود الشبكات اللاسلكية توسع عندنا هذا النوع من أنواع التقنيات، وهو عبارة عن Internet of Things. إذن المحرك الرئيسي لهذا التقنية هو الشبكات اللاسلكية المركزية التي تربط الأجهزة تماماً في المكاتب والمنازل ومراكز التسوق وحتى في الصناعة. تتصل الوحدة المركزية بماذا؟ بالأجهزة الأخرى، أو ما نسميها عادة بالنود، أو ما نسميها بماذا؟ بالعقد. هذه الأجهزة متصلة مع بعضها البعض، سواء كانت في المكاتب أو المنازل، بوحدة التحكم المركزية عبر الشبكات اللاسلكية التي تشمل الشبكات اللاسلكية التالية، ومنها عبارة عن Low Power Wide Area Network، أو عن طريق Bluetooth Low Energy and Bluetooth Network. عندنا أيضا ما يسمى بالCellular Technologies Like 5G، أو الجيل الخامس من أنواع الشبكات الخلوية، والـ4G والـ3G and others. راديو فريكوينسي ايدنتيتي، والواي فاي نتورك، والزيجبي نتورك، والزد ووف، هذه كلها عباره عن، ممكن نسميها عباره عن ترانسميشن ميديوم، تستخدم في عمليه ربط الاجهزه مع بعضها البعض. واشهرها الموجوده في الوقت الحالي عباره عن الزيجبي في شبكات الانترنت اوف ثينجز. اذا انترنت الاشياء هي عباره عن شبكه معقده للغايه، تتكون من انواع مختلفه من الاجهزه، وبروتوكولات الاتصال ايضا قد تكون مختلفه. هذه بروتوكولات الاتصال سواء كان العاديه او بروتوكولات الاتصال اللاسلكي. ايضا توبولوجيا او توبوغرافيه للشبكه قد تكون مختلفه. لهذا السبب مثلا يتطلب الأمر مستوى عال من الدقة في إدارة الشبكة بالكامل للتأكد من أن الشبكة تظل آمنة ومتاحة على مدار الساعة. طيب، لذلك هناك عندنا كثير من التحديات. هذه التحديات تنشأ بسبب طبيعة أنواع الشبكات الموجودة في الإنترنت أوف ثينجز، لأن قلنا الأجهزة مختلفة، التوبولوجيا مختلفة، أيضا لا يوجد هناك عملية تجانس، أيضا البروتوكولات المستخدمة قد تكون مختلفة. لذلك عندنا كثير من التحديات. أهم هذه التحديات الرئيسية المتعلقة بأمان شبكة إنترنت الأشياء تشمل التالي: أولاً Securing the Wireless Enabled Connected Devices، وهو تأمين الأجهزة المتصلة اللاسلكية. Updating the firmware and software of the devices. عادةً هنا الفريمور أو ما نسميها بالبرامج الموجودة في الديفايسز الخاصة في إنترنت الأشياء تكون ثابتة دائما، من وقت إلى آخر نحتاج إلى عملية التحديث أو الأبديتينج. Securing connection between the nodes، الذي عبارة عن الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض، تحتاج أيضا إلى الحماية، أو أن تكون عملية التأمين للاتصال بين الأجهزة. ثم الكشف عن نقاط الضعف على مستويات مختلفة داخل ماذا؟ داخل الشبكة. تأمين عملية المصادقة، أو ما نسميها بالAuthentication and Authorization Process of Connected Device، أثناء عملية ربط الأجهزة أو الاتصال بالأجهزة الأخرى. أيضا بالنسبة للApplications أو التطبيقات التي تعمل على الموبايلز من أجل إدارة الشبكة أو المستخدمة في إدارة الشبكة، فهنا تحتاج إلى عملية تأمين. Wireless Connectivity Security أيضا ماذا؟ أمان الاتصال اللاسلكي وضمان سلامة البيانات وخصوصيتها، الذي عبارة عن Integrity and Privacy of Data عندما نقوم بعملية Transmission. إضافة إلى ذلك، من ضمن التحديات Security of Cloud Application، التطبيقات الموجودة في التطبيقات السحابية هنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أمان. أيضا الحفاظ على استقرار هذه الشبكات، والتي تكون عادة معقدة، فهذه تعتبر ضمن التحديات. إذن بعد ما عرفنا التحديات الأساسية، فالسؤال هنا: ما هي الإجراءات وما هي التدابير المستخدمة من أجل أن تكون عندنا شبكة آمنة؟ بالنسبة للشبكات اللاسلكية، فهي تعتبر أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالشبكات السلكية، كما تم ذكره سالفا، بسبب خروج إشارتها عن حدود منزلك أو مؤسستك
يمكن للمتسلل أو الذي هو عبارة عن الهاكرز التقاط الإشارة اللاسلكية بسهولة وباستخدام تقنيات متطورة يستخدمها في عملية التطفل على الشبكات اللاسلكية. لذلك تحتاج إلى النظر في مستوى الأمان الذي تحتاجه لبياناتك والموارد الأخرى على شبكتك. إذا كنت تدير شركة مثلاً ولديك معلومات تجارية على شبكتك، فيجب أن تفكر في تطوير سياسات الأمان أو تطوير بإيجاد طريقة مناسبة للأمان حتى تتمكن من إدارة أمنك على مستوى أعلى. إذا كنت طبعاً ترغب في تأمين هذه الشبكة سواء كانت منزلية أو مؤسسية وتأمين البيانات وجميع البيانات سواء كان بأقل أهمية أو أكثر أهمية، فيمكن أن تقوم باتخاذ تدابير وإرشادات عامة من أجل أن تزيد مستوى الأمن داخل الشبكة سواء كان عبارة عن الشبكة المنزلية أو غيرها. لذلك هنا ممكن أن نتطرق على بعض النقاط الأساسية التي يتم إجراؤها من أجل زيادة الأمان في الشبكات اللاسلكية، وقد تساعدك في تأمين شبكة الاتصال في منزلك أو مكتبتك. وهنا تشمل التالي: أولاً عبارة عن Modify Default Configuration أو عملية تعديل الإعدادات الأولية أو ما نسميها بالإعدادات الافتراضية. إضافة إلى ذلك مثلا وايرلس راوتر لوكيشن، أين يقع جهاز الوايرلس راوتر، وهو عبارة عن الجهاز الأساسي الذي عن طريقه يتم الوصول إلى جميع الأجهزة الموجودة داخل الشبكات سواء كان عبارة عن الشبكات السلكية أو الشبكات العادية. أيضا أبديت راوتر سوفتوير أو ما نسميه بعملية تحديث جميع البرامج الخاص في الموجهات، استخدام خوارزميات قوية تستخدم في عملية الإنكريبشن، أيضا عملية الفلتريشن أو عملية تصفية للعناوين مستخدما ماذا الماك أدرس الخاص بالأجهزة. نمر على الإجراءات المستخدمة في عملية حماية الشبكات اللاسلكية بشكل عام بطريقة سريعة واختصارا للوقت. فمثلا عندنا عبارة عن Modify Default Configuration أو تعديل الإعدادات الافتراضية. ما أعرف أن الإعدادات الافتراضية لجهاز التوجيه اللاسلكي أو للعقد الأخرى لشبكتك اللاسلكية عادة ما تكون شائعة ومعروفة للجميع ممن لديهم القليل من المعرفة التقنية. لذلك يجب عليك تعديل جميع المكونات أو الإعدادات الافتراضية الرئيسية إلى إعدادات أو تكوينات جديدة. في هذا النوع من الشكل لاحظ عندنا عبارة عن جهاز، هذا الجهاز خاص بلينك سيستمز وهو الأكثر استخداماً وشيوعاً. ولو لاحظنا الصفحة الرئيسية لهذا النوع من أنواع الراوترز يحتوي على مكونات عديدة من ضمنها عبارة عن سيت أب والشبكات اللاسلكية والأمن والحماية والأكسس ريستركشنز وغيرها من الإعدادات. فمثلاً في السيت أب هنا نستطيع عملية إعطاء اسم لا الراوتر نيم، يجب عملية تغيير هذا النيم أيضا. ممكن أيضا تستطيع تغيير لوكال اي بي ادرس الذي هو معروف بشكل تلقائي لجميع أنواع الراوتر للدخول إلى هذه الصفحة والتعديل فيها. ما عليك إلا أن تقوم بعملية كتابة هذا العنوان على صفحة البروزر ثم تضغط على انتر، حيظهر لك بيانات تسجيل الدخول. أيضا قم بعملية تغيير بيانات مثل بيانات الادمنستراتور الخاص في جهاز الراوتر كاليوزر نيم والباسورد. قم بعملية تغيير ايضا الشبكة، اسم الشبكة والباسورد. لماذا؟ لانه جميع هذه الاجهزة عادة لديها عبارة عن عبارة عن يوزرز وباسورد باي ديفولت مشهورة كما ذكرنا في بداية المحاضرة. فالاجهزة من شركة سيسكو اليوزر نيم والباسورد هو عبارة عن كلمة سيسكو. كثير من الأجهزة اليوزر نيم والباسورد عبارة عن أدمين أو تكون متفق عليها من شركة من شركة إلى أخرى. النوع الثاني هنا عندنا ما يسمى بالموديفاي ديفولت كونفيجريشن أو نقوم بعملية تبديل كثير من البيانات الموجودة داخل داخل الراوتر. هنا عبارة عن برنامج عن طريقه يتم التحكم في جميع البيانات والإنفورميشن التي تستخدم عن طريق هذا الراوتر
وتشمل التالي. تشمل مثل ماذا؟ الذي عبارة عن الـ SSID، وهو عبارة عن Surface Seat Identifier، عن طريقه يتم استخدام اسم الشبكة اللاسلكية. فهنا يتم إيش؟ يتم عن طريقه عملية تغيير الإعدادات الخاصة في هذا النوع من أسماء الشبكات. لذلك يجب عليك استخدام أسماء وأرقام وكلمات مرور تكون فريدة وقوية ويصعب على الآخرين تخمينها. ويجب عليك أيضا إضافة بيانات جديدة للمعلمات أو للمتغيرات أو الإعدادات التالية في أجهزة التوجيه، وتشمل ماذا؟ الـ Surface Seat Identifier الذي عبارة عن الـ SSID، إضافة إلى ما نسميه بالـ Administrator Username and Password كما قلنا سابقا. أيضا Remote Access Features، قم بعملية تغيير Enable Stealth Mode، قم بعملية تغييرها إلى Disable Network Pro Partitions أو تقسيم الشبكة إلى VLANs مثلا. استخدم اللي عبارة عن WPA2 Password، وهي عبارة عن Wi-Fi Protected Access النسخة الثانية. أيضا Enable Strong Encryptions، استخدم خوارزميات قوية في عملية إيش؟ في عملية التشفير. كل هذه عبارة عن إعدادات موجودة داخل ماذا؟ الراوتر، تكون by default يجب عليك إيش؟ تغييرها. أيضا من ضمن الطرق أو الإجراءات المستخدمة في الحماية هو أين يكون موقع جهاز الراوتر داخل الشبكة. فعملية موقع أو موقع جهاز الراوتر سواء في المكتب أو في المنزل مهم للغاية. يؤثر موقع جهاز التوجيه على أداء الشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى أمان الشبكة. يجب وضع جهاز الموجه الراوتر الخاص بالواي فاي في موقع مركزي حتى تصل إشارات القوة الجيدة إلى جميع المستخدمين الشرعيين، ولكن لا يحصل الغرباء على إشارات قوية بما يكفي للاتصال. وبالتالي ستضع أسسا قويا لأمان الشبكة من خلال وضع جهاز التوجيه في مكان مناسب في المكتب أو في المنزل. أيضا كما قلنا من ضمن الإجراءات هي عبارة عن Update Router Software، عملية تحديث للبرامج التي تكون موجودة داخل الراوترز أو غيرها، أجهزة التوجيه أو أجهزة التحكم. لذلك يجب عليك أن تقوم بعملية تحديث برنامج جهاز الراوترز أو السويتش أو غيره. طبعا تقوم جميع الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه من نوع واي فاي راوترز وغيرها من أجهزة الشبكات دائما بإصدار تصحيحات اللي عبارة عن الباتش. هذه التصحيحات أو التحديثات تكون جديدة للبرامج وتحديثات أيضا لهذه البرامج. تم تطوير هذه التحديثات لإزالة خلل أو ثغرة أمنية في البرامج. طبعا فين؟ في الشبكات اللاسلكية يجب أن تتأكد دائما من تحديث أجهزة التوجيه وأجهزة الشبكات الأخرى بانتظام. طبعا يوصى بشدة بالتحقق من وجود أي تحديثات جديدة في واجهة إدارة جهاز التوجيه وتنزيلها لتثبيت التصحيحات اللي عبارة عن الباتش أو الإصدارات الجديدة من البرامج. طبعا عندما تقوم بعملية التحديث فإنه سيؤدي ذلك إلى منع ماذا؟ منع التهديدات ضد الشبكات اللاسلكية سواء كانت تهديدات إلكترونية أو تهديدات سبرانية. طبعا من حدوث الإعدادات عادة هنا يتم التحديث العديد من الأجهزة التوجيهية بطريقة بطريقة تلقائية. إذا قمت بتعيين الإعدادات على التحديث التلقائي سيمنع هذا من البحث المنتظم عن تحديثات للبرامج. وإذا لم تقم بعملية وضع التحديثات بطريقة تلقائية فيجب عليك أن تقوم بعملية تحديث الفايرمور الخاص بالراوترز بطريقة بطريقة مستمرة. أيضا من ضمن الإجراءات أن يكون هناك في الشبكات اللاسلكية أن تقوم بعملية استخدام Stronger Encryption Algorithm، خوارزميات قوية في عملية التشفير. معروف أن عملية التشفير is the method of scramble the data and communication message into fixed code so that the hackers are not able to detect this message. عملية الانكريبشن هي عبارة عن طريقة لعملية إضافة كود من أجل تغيير المحتوى أو المعنى، إما بإضافة fixed code أو بطريقة رياضية معينة.
دائما عملية الانكريبشن او التشفير تتم من اجل تحقيق احد المبادئ في السي اي اي ميثودز في السكيورتي، وهي عبارة عن السرية اللي عبارة عن برايفسي او الكونفيدنشاليتي. طبعا من بين الخوارزميات المستخدمة في عملية التشفير عندنا خوارزميات كثيرة، لكن هنا المذكورة في الشبكات اللاسلكية هي عبارة عن WEB، وهي عبارة عن Equivalent Web Equivalent Protocols أو ما نسمي بالWPA، وهي عبارة عن Wi-Fi Protected Access، سواء كان عبارة عن النسخة الثانية أو النسخة إيش الثالثة. طبعا في الوقت الحالي هذا النوع من أنواع الشبكات الذي عبارة عن WEB والWPA لا تستخدم لأنها ضعيفة جدا، وكما قلنا ممكن يتم عملية اختراقها في دقائق إيش معدودة. لذلك استخدم دائما ماذا عبارة عن خوارزميات أكثر قوة، مثل الذي عبارة عن Wi-Fi Protected Access 2 or إيش or 3، فهنا تعطيك أكثر إيش أكثر أمانة وأكثر أمانا، وأيضا تظل شبكتك آمنة من أي هجوم على الانتجريتي أو تكامل أو سلامة البيانات. ومن الطرق الأساسية المستخدمة في حماية الشبكات اللاسلكية هنا هي عبارة عن تستخدم خاصية الفلترينج للأجهزة المتصلة في الشبكة عن طريق الماك أدرس، ونسميها عبارة عن ماك أدريسس فلترينج أو عملية التصفية للبيانات أو عناوين ماذا عبارة عن الماك. معروف بالنسبة للماك وهو عبارة عن عنوان فريد موجود مع نتورك انترفيس كارد لكل إيش لكل جهاز. إذن MAC Addresses Filtering is process in which Wi-Fi router check and verify the MAC addresses of the device that sends connection request whether to allow it to connect or not. تصفية العناوين هنا ممكن نقول أنها عبارة عن عملية يقوم فيها الراوتر من نوع Wi-Fi بفحص عنوان الماك أدرس الخاص بالجهاز الذي يرسل طلب للاتصال والتحقق منه سواء كان يسمح له بالاتصال أم لا. تتم هذه الميزة طبعا يدويا عادة لإضافة أجهزة الماك أدرس إلى فين إلى داخل الراوتر. لاحظ هنا من هذا الجهاز عن طريق الراوتر تستطيع إما بتفعيل خاصية الوايرلس ماك فلترز أو عملية إلغاء هذه الخاصية. فإذا قمت بعملية إضافة هذه الخاصية أولا هنا لابد أن تقوم بعملية تغيير الماك فلتر ليست، وقبل أن تقوم بعملية تفعيلها دائما هنا الذي استخدام بريميت أونلي لابد أن يكون جهازك اللابتوب أو الجهاز الأساسي قد تم إضافة الماك أدرس، ما لم سوف يتم قطع جميع الأجهزة على الاتصالات لأنه في الليست عبارة عن زيرو أدرس لا يوجد أي أدرس، فهنا مباشرة سيقوم بعملية ماذا منع جميع الأجهزة. أو تستطيع عملية إضافة ماذا بريفنت، فقط قم بعملية منع للوصول إلى هذه الشبكة أو استخدام خاصية الإنترنت أو خدمة الإنترنت عن طريق إضافة مجموعة من عناوين الماك أدرس إلى الراوتر. بهذه الطريقة تستطيع التحكم بالأشخاص الذين يتم توصيلهم بالراوتر وتوزيع الخدمة لهم. بهذا تقريبا قد مرينا على جميع أنواع أو أغلب أنواع الإجراءات الأساسية التي تستخدم في حماية الشبكات اللاسلكية. وفي السلايدات التالية هنا ممكن نقوم بعملية إعطاء بعض النصائح فقط أو نقوم بعملية سرد النصائح من أجل أن يكون عندك شبكات لاسلكية تتمتع بماذا بالحماية. هنا عبارة عن نصائح مفيدة. فالشبكات اللاسلكية هي أكثر عرضة للخطر مقارنة بالشبكات السلكية الأخرى، لذلك يوصى بشدة باتباع المعايير والمبادئ التوجيهية الصناعية أثناء استخدام الشبكات اللاسلكية سواء في المنازل أو في المكاتب. هنا يتفق العديد من خبراء الأمن والمؤسسات المعايير والمنظمين على النصائح الرئيسية إيش التالية لاستخدام الشبكات اللاسلكية بأمان. ومن ضمنها
always seeing the default setting of your router and other network devices, وهي يقوم دائما بتغيير الاعدادات الافتراضية لجهاز التوجيه الخاص بك وأجهزة الشبكات الأخرى. أيضا use very strong admin and password that are longer and include capitals, letters, lowercase letters, numbers and symbols. هنا مثلا استخدم كلمة مرور قوية للغاية للأدمنستراتور الخاص في الشبكة بحيث تحتوي على ماذا؟ أن تكون كلمة المرور طويلة جدا تتضمن أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقاما إيش ورموز. هنا لاحظ أنه دائما عندنا عندما تقوم بإضافة إعداد اسم الشبكة عن طريق الـ SSID فتكون الشبكة ظاهرة إيش للجميع. لذلك ضمن هذه الخاصية ممكن أن تقوم بعملية أن احتفظ دائما بالراوتر اللاسلكي الخاص بك في وضعية التخفي بحيث لا يظهر عندنا ماذا؟ لا يظهر عندنا اسم الشبكة أثناء عملية البحث مستخدما الأجهزة الأخرى. اجعلها دائما ماذا؟ متخفية بحيث لا يبث جهاز الراوتر الخاص بك الـ SSID على الواجهة الهوائية أو في الهواء الطلق. إضافة إلى ذلك هنا يجب أن يكون الـ SSID هنا أطول وأكثر قوة للحفاظ على مستوى عال من ماذا؟ من الأمان. أيضا Tor on Strong Encryption Mechanism like الذي عبارة عن WPA2 كما قلنا or more advanced algorithm الذي عبارة عن WPA3 أو هناك عندنا خوارزميات مثل ما نسميها بالـ Advanced Encryption Standard واختصار عبارة عن الـ EES في عملية الإنكريبشن للبيانات اللي يتم نقلها عن طريق الشبكة. إضافة إلى ذلك Disable the Wi-Fi Protected Setup اللي عبارة عن WPS Features قم بعملية إلغاء هذه الخاصية لأنها ضعيفة جدا. إضافة إلى ذلك Always keep the Universal Plug and Play Features Displayed يعني لا معناته هنا لا يوجد أي جهاز يستطيع الاتصال بالشبكة دون أن يكون هناك عبارة عن authentication أو تصديق. أيضا إضافة إلى ذلك always configure manual الماك أدرس قم بعملية إيش إعدادات الماك الأدرس وعمل الفلتريشن الخاص إيش بالراوتر بحيث لن يستطيع الاتصال بهذه الشبكة إلا تلك الأجهزة التي تمت إضافة إيش الماك أدرس إلى خاصية الاتصال بالشبكة. إضافة إلى ذلك كما قلنا Disable the auto connection features الاتصال التلقائي قم بعملية إلغائه. Always search for the rogue routers قم دائما بالبحث عن الأجهزة كالأكسس بوينت اللي تكون مزيفة أو تكون خداعة موجودة ضمن الشبكة أو تكون في منطقة إيش في منطقة التغطية الخاصة بماذا بالشبكة. فإذا وجدت نقطة اتصال خادعة أو مزيفة قم بإزالتها بطريقة مباشرة واتخذ الخطوات اللازمة لتجنب مثل هذه الأشياء في المستقبل. طبعا هناك عندنا العديد من النصائح من ضمن هذه النصائح Always use security firewalls on your network so that it can block any external threat. استخدم دائما جدران الحماية الأمنية على شبكتك حتى تتمكن من منع أي تهديدات خارجية. أيضا ممكن أن تقوم بعملية استخدام الـ IP address ولكن بطريقة الستاتيك وليس بطريقة الديناميك. لا تستخدم بروتوكولات تعطي الـ IP address أثناء عملية الاتصال لذلك هنا تستطيع عملية إيش التقليل من التهديدات إذا استخدمت static IPs. طبعا هنا قد تكون العملية صعبة نوعا ما أو تكون ثقيلة نوعا ما لكنها تعطي ماذا أمان أكبر أو توفر أمانا إيش كبيرا. أيضا قم بعملية توقيف مثلا الذي هو عبارة عن عناصر الشبكات التي لم تكن قيد الاستخدام لفترات إيش طويلة. وقم أيضا بتغيير عناوين الآيبي الافتراضية الخاصة بجهاز ماذا التوجيه الذي عبارة عن 192.168.6.1.1 قم بعملية تغييرها هذه باي ديفولت تستطيع عملية إيش تغييرها. إضافة إلى ذلك مثلا قم بعملية تغيير أو never enable the remote administrator access
لا تقوم مطلقا بتمكين وصول الادمنستراتر عن بعد الى جهاز التوجيه الخاص بك، فسيؤدي ذلك الى زيادة مخاطر التهديدات والهجمات السيبرانية والإلكترونية على جهاز التوجيه الخاص بك. يجب أن يكون البرنامج الموجود على جهاز التوجيه الذي عبارة عن software الخاص بالراوتر update to date محدث ماذا دائما، سواء كان لجهاز الراوتر أو للأجهزة الأخرى كالحاسبات الموجودة ضمن الشبكة. فهذه تعتبر فكرة جيدة أن تقوم بتمكين خيار التحديث التلقائي على أجهزة الشبكة الخاصة بك، بحيث يتم تثبيت أي أبديت أو تصحيح أو إصدار جديد للبرنامج بطريقة ماذا؟ بطريقة تلقائية. ومن ضمن النصائح أيضا هنا، قم دائما بعملية تكوين شبكات منفصلة مثل ما نسميها بالفيلان. هنا تقوم بتقسيم الشبكة إلى أجزاء معينة، فهذا تعطي حماية ماذا أكثر. إذا كان هناك إمكانية أن تستخدم VPN connection الذي عبارة عن Virtual Private Network، فهذا يعطينا ماذا؟ يعطينا أيضا أمان أكثر أثناء عمليات نقل الشبكات مستخدما البابليك نتورك أو الشبكات العامة. إضافة إلى ذلك، always use the Ethernet cable to access the control panel للوصول إلى الراوتر. قم عادة يفضل أن تستخدم الإيثرنت كيبل بدل إيش الوايرلس، لأنه تعطيك ماذا حماية أكثر ويمنع الاتصالات إيش المشبوهة والتغييرات التي قد تحدث داخل إيش الشبكة. أيضا حدد موقع جهاز التوجيه اللاسلكي عبارة عن إيش، عبارة عن اللوكيشن. قم بعملية تحديد موقع جهاز التوجيه الخاص بك في الموقع المركزي لمكانك، بحيث يتم احتواء الإشارات داخل حدود مكانك فقط. وقم بإيقاف تشغيل جهاز الراوتر if not in use إذا لم تقم بعملية استخدامه. وأخيرا في محاضرة اليوم، يجب تنفيذ جميع الإرشادات المذكورة أعلاه في الوقت المحدد دون تأخير. إذا وضعت مهمة اليوم للغد في بيئة الشبكة اللاسلكية، فإن أمان هذه الشبكة قد يزداد. وأخيرا هنا، للحصول على بعض الكويتشنز أو الأسئلة مع الإجابة حول محاضرة اليوم، تستطيع الاطلاع عليها في الشابتر 9 في الريفرنس من صفحة 217 إلى 218. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذه المحاضرة. إلى المحاضرة القادمة، نترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.